أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحقيقة إحنا يعني أنا شخصيا سعيد جدا النهاردة إني أكون بينكم لأدير هذه المناقشة في مكان عزيز جدا على قلبي وهو مركز حرية الإبداع أصل ثقافة الحرية سابقا مقر مديرية الثقافة لزمن طويل جدا لغاية لما أغلق المديريات حتى. وفي هذه القاعة على سبيل التحديد قاعة توفيق الذي يعني أنا سعيد جدا أن تكون صورته فوق رؤوسنا جميعا هذا الرائد المؤسس لأكثر من فن من فنون الإبداع. سعيد أيضا أني أكون بقدم كاتب مصري كبير هو ابن أبناء الإسكندرية شيف مليكة أو دكتور شيف مليكة سكندري الأصل هاجر من مصر إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 30 عاما وأصبح من الأسماء المهمة هناك في مجال الطب طبعا وفي مجال حتى في التخصص يعني اخترق بنفسه ربما هو الذي يعني وصل إلى أن يضيف جديدا في هذا التخصص وهو علاج الألم، ألم الناتج عن كثير من الأمراض التي يعكس طبيب العيادة عن أن يخلص المريض منها يعني. شريف مليكة أتصور أنه أحد الكتاب الكبار في مجال السرد قصة ورواية بالإضافة إلى أنه كتب أيضا شعر قصير وله سمات مهمة في مجال كتابة المقال مقالات النقد الأدبي عرض الكتب وغيرها. الدكتور شريف مليكة له 12 عنوان 12 كتاب 4 روايات و 4 5 روايات رواية مريم ورجال له 5 روايات آخرها مريم ورجال اللي اتصدرت عن دار العين في العام الماضي وقبلها إلى جانب 4 مجموعات وأربع مجموعات من القصص القصيرة وثلاثة دواوين شعر وهو يكتب الآن الرواية السادسة. ليه شريف مليكة؟ وليه هذه الندوة؟ وليه احنا مجتمعين؟ وليه هذا الحقيقة الجامع من النقاد البارزين في الساحة الثقافية في الإسكندرية وفي مصر وفي العالم العربي أيضا الدكتور شريف عبدين الأستاذ شوقي بدر يوسف وسينضم إلينا بعد قليل الدكتور محمد الحميد خليل دي من الأطباء الكبار طبعا أنا مش يعني لا سأشير إلى الدور أيضا الأستاذة إيمان الزياد أصغرنا سنا وأكثرنا شبابا وتجددا هذه النقطة التي يعني استطعت أن أقف على مدى حجم موهبتها النقدية في ندوة سابقة من خلال مداخلة واحدة فيعني طرحت فكرة أن أكون معنا على هذه المنصة. أقول اثنين من الأطباء الكبار كنت حريص على أن يكونوا معنا على هذه المنصة لأن الذي نتصدى لتقديم أعمالي هو أيضا طبيب مهم وهو كاتب من المؤكد أن وجود الدكتور شريف عبدين ودكتور محمد رفيق خليل سيضيف جديدا ايضا الى الرؤى النقديه الكثيره التي تعاملت مع او تناولت اعمال شريف مليكة. شريف مليكة اذا استطعنا ان نقول انه كاتب هنجاري فهذا سليم، اذا اردنا ان نقول كاتب مصري حتى النخاع يحيط بما يحدث في المجتمع المصري من دقائق واحوال في هذه اللحظه التي نعيش فيها امبارح واول امبارح السنه اللي فاتت فنحن ايضا نكون محققين فيما نقول. اذا اردنا ان نقول انه كاتب هاجر الى العالم الجديد، هاجر الى الولايات المتحده الامريكيه منذ هذه السنوات واستطاع ان يكون ايضا جزءا مهما من نسيج الحياه الامريكيه، يعرف خباياها ويدرك يعني خصوصياتها بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يتناول مشاعر المهاجر المصري
النفسي او المهاجرين المسلمين او المهاجرين العرب او الاجيال المختلفه من المهاجرين الى هذا العالم الجديد نكون نحن ايضا محقين. هو كل هذا شريف مليكة اذا كان في البعض منا بنقابل بعض، يعني مثلا نقابل الدكتور شريف واقول له ان انا ما شفتكش من زمان واخبارك ايه مثلا، يعني على الرغم ان هذا غير صحيح لاننا على صله يوميه فيه من خلال الوسائط الجديده او الاستاذ شوقي بدر يوسف او لا، شريف مليكة هو على صله بنا جميعا، وان انا كثير من الاحداث الدقيقه اللي بتتم في مصر ربما هو يعني يتصل بي يتكلم معي فيها ويودي رايه، فكنا انا لسه مشغول في حاجه لسه لم احط علما بالموضوع الذي يتحدث فيه. فاذا هو في هذه المساله انسان لا اعلم كيف يعني يحيط بكل هذه الاشياء وهو يمارس عمله كطبيب مهم، يعني يصل الي المرضى من ليس من الولايات المتحده فقط ولكن من بقاع كثيره من الدنيا، ايضا يكتب هذه الجدية إلى جانب أن له حياة اجتماعية مهمة ونشاط داخل الولايات المتحدة. كنت حريص على أن يلتقي بكم هنا في الإسكندرية وفي هذا المكان لأنه أولا سكندري، ولأنني حريص أيضا على أن أودي الإسكندرية فرصة التعرف بمثل هذه الشخصيات المبدعة. الحقيقة أنا دوري في هذا الكتاب، النهاردة بناقش كتاب سحر الحياة أحدث كتبه، مجموعة تخصصية صادرة عن الهيئة المصرية لعمل الكتاب، أول مجموعة أول كتاب لشريف مليكة يصدر عن دار نشر رسمية في الحكومية في مصر، لا أقول رسمية كل الدور هي دور طبعا رسمية وقانونية وكل شيء، لكن هذا الرجل لم يفد قط من هذه الدور التي تنشر للمواطن المصري، لم ينشر قط من مجموعة سحر الحياة بدءا من القصة الأولى إلى القصة الأخيرة إلى اختيار العنوان كلها يعني تمت من خلال يعني تفاعلي مع الدكتور شريف مليكة، كان كنت اقرا قصه بقصه اشوف بيعمل ايه، ولذلك في الاخر بعد كل هذا هو طلب مني ان اكتب دراسه المقدمه، فتصورت انه اريد ان اكتب كلمه الغلاف، اكتب يعني جمله يمكن ان تخرج تحمل اسم الناشر، قال لي لا انا عايز دراسه هذا. فكانت هذه المقدمة في الحقيقة التي أتصور أنها تضيف جوانب من جوانب مهمة في هذا العمل وتعقد مقارنات بينه وبين غيره من الكتاب وتوضح علاقات القصص ببعضها. أنا لا أريد أن أتكلم أكثر من هذا، لكني أريد أن أحيي هذا الكاتب اليوم، بنرحب بك دكتور شريف بينا. وأنا أحب أسألك، هل نبدأ بالكلام بأنك قد تطرح يعني تجربتك وتتكلم، أم أنك تود أن تستمع إلى النقاد وهم يتكلمون عن أعمالك ثم بعد ذلك تتكلم عن هذه التجربة بعد أن يكون يعني الحضور، أي تفضل إيه؟ يعني طبعا أنا أفضل أسمع، نفسي أسمع كلام النقاد قبل ما أتكلم، بس انا احب ابتدي الاول باني اشكر حضرتك يعني على مقدمتك، مش عارف اقول ايه بعد كده، بعد كل كلام بيقولوا يا ريت استحق جزء من الكلام الجميل اللي قدمني بيه الاستاذ مصطفى. عايز اقول يعني ان الاستاذ مصطفى ده يعني علاقتي بيه علاقه شبه قدريه، حدثت بدون اي سابق ترتيب، فجاه ناشر السابق ليا او الاسبق قال لي في احدى زياراتي كانت بسبب برد ندوة على طول بعد ثوره يناير، وجيت لمناقشه لمقبل اعمالي وقتها، وقال لي ان في شخص مهم جدا ناقل يحضر هذه الندوة، وتعرفت على الأستاذ مصطفى عبد الله في هذه الندوة وكنت لا أعرفه وكان لا يعرفه. ده كان في أتليه القاهرة. في 2011 دي من 2011. الحقيقة من هذه اللحظة 30 لحظة
تصدقنا وتواصلنا واكتشفت فيه انسان جميل خالص وشعر بالنشاط ومحب الصورة لم أعهدها من أي من حتى الناشرين اللي اتعاملت معاهم، يعني من واجب عليهم إن هم يحتفوا بي أو يقدموني أو يعني يهتموا بكتاباتي. أستاذ مصطفى الحقيقة فاق كل التوقعات بالنسبة لي، ومن ساعتها وأنا بعتبره أخ ليا وصديق، وبشكره على كل الكلام الجميل اللي قاله في حقي. ومرة أخرى بقرر إن أنا أتمنى إني أستحق نصف ما قال. أحب دلوقتي أشكركم جميعا على وجودكم هنا وتفرحكم الدافئ بوجودي، وده يعني مش غريب على أهل اسكندرية، وأنا منحاز يعني للإسكندرية بالرغم إني عشت معظم حياتي في مصر في القاهرة، لكن اسكندرية بالنسبة لي ركن هام جدا من تكويني، وده اللي ينعكس على كتاباتي. أنا كتبت روايتين من الخمسة وتدور أحداثهم كليتا في اسكندرية، خاتم سليمان والملائكة أيضا تصعد الطبق الثالث، تدور أحداثهم في اسكندرية مع إني ما عشتش في اسكندرية غير يمكن مثلا شهرين كل سنة في الأجازة. كنا بنيجي عند بيت جدتي ونقضي الصيف في وسط الحمامات حيث ولدت، ودي كانت علاقتي البسيطة باسكندرية. لكن اكتشفت أثناء الكتابة إنها علاقة عميقة جدا ومختزنة داخل عقل الباطن بصورة غير طبيعية. فأشكركم جميعا وأنا وسط أهلي، فندعو المقابل المتخصصين للكلام عني أفضل. قبل ماسكم بأنفسكم مدى هذا الصفاء في اللغة، لغة شريف إليها، اللغة التي لم تتغير بعد حاجة وثلاثين سنة من الإقامة في الهجرة والإقامة في المجتمع الأمريكي والتعامل بلسان آخر معها. طبعا مضطر إن أكيد مضطر مش عارف أتكلم معاهم بالعربي، وحتى أهله من أماكن هم أيضا بيتعامل معاهم من نوع متزوج من أمريكية من أصول أوروبية مش كده؟ أوروبية شرقية. أوروبية شرقية. وأولاده طبعاً من الجيل الثاني من الباكر النوعي بيتكلم بلسان آخر. مليكا بيعاني من إن هو يكتب لقارئ بعيد عنه. إحنا بعاد عنه. يعني هو لا يرى قارئ ولا يلمس تأثير أعماله إلا في مثل هذا اللقاء. والناس أقرب الناس ليه هم أهله ومجتمعهم، لا علاقة لهم بالكتابة العربية ولا وبالتالي هذه هي الديلامة الكبرى بالنسبة إلي. فأنا أقول إن أنا أمام مصري أصيل قضية الكتابة، وعي كان شريف مليكة كان ممكن يكتب بالإنجليزية ببساطة شديدة جدا مثل كثير من أهداف صيف ما راحت إنجلترا وبقت تعوج لسانها وبقت تكتب الرواية الإنجليزية وحسبت ضمن الكتاب الإنجليز، رغم إن يعني كتب البعض ينسبه إلى اللغة التي يكتب فيها والبعض ينسبه إلى أصله مثلا. فأنا الحقيقة ده هذه من الأشياء التي شدتني جدا في الشريف مليكة، هذه المحبة الشديدة إلى بلدي وإلى إبداع بلدي ولغة بلدي. قد اختلف قليلا في انحيازي الشديد للعامية وحبه للكتابة بالعامية، أنا شوية يعني واقف جنب الفصحى كتير وبحب الإبداع الفصيح، وشايف إن الرواية لابد إن يكون يدوبك اللي بالعامية فيها يكون لغة الحوار. نبدأ فورا مع الصديق والكاتب والناقد والطبيب والإنسان والصديق العزيز الدكتور شريف عامر. بين هذه الكوكبة المتميزة من القراء والمبدعين
معانا الدكتور شريف مليكة، وأن أهنئه بصدور مجموعته الخصصية الجديدة. كما أشكر الإعلامي والناقد الكبير الأستاذ مصطفى عبد الله على إتاحة هذه الفرصة للقاء قامة مصرية سابقة تشرفنا في الخارج ونفخر بها جميعا. يسرني أيضا أن أحيي هذه المنصة الرائعة بدولارها الساطعة في سماء الفكر والأدب الباحث الناقد القدير أستاذنا شوقي بدر يوسف والناقدة المبدعة الأستاذة إيمان زيان. أحييكم جميعا سيداتي آنساتي أيها الحضور الكريم، واسمحوا لي أن أتناول في حدود الوقت المتاح بعض ملامح تقنيات السردية في مجموعة سحر الحياة. حين طلعت عنوان النجوى إبداع في الأدب وإبداع في علاج الألم، خطر ببالي أن تربط قراءتي بين الألم العضوي الذي يتعامل معه الكاتب مهنيا والألم النفسي الذي يعاني منه شخصياته السلبية وكيف يتناوله إبداعيا. وحين قرأت المقدمة الرائعة للأستاذ مصطفى عبد الله عن الكاتب بين سحر الحياة والحياة في السحر التي استهل بها المجموعة، فكرت في رصد تأثيرات الغربة على الشخصيات وكيف رسم الكاتب أسلوب حياتها في المعركة. وبما أن لكل من التوجهين مبرراته المنطقية، انتابتني الحيرة في أيهما أختار. وعندها قررت أن أؤجل رؤية مداخلتي حتى أبدأ بقراءتها. لا أدري لما سيطرت علي في البداية فكرة أني مقدم على مطالعة مجموعة قصصية واقعية تقليدية، ربما كان السبب هو العنوان. لكني حين أقدمت على قراءة المسافر ثم المهرب ثم ميت قديم يحتضر، وجدتني أستغرب تماما في باقي قصص المجموعة، حيث استهوتني لعبة الكتابة المختلفة التي يمارسها الكاتب في عشق واحترافية. لابد للمتلقي أن يكتشف على الفور أنه يبرع في توظيف الإعدادات التمهيدية التي تسبق الحدث السردي. إنه يستدرك القارئ في سلاسة بانزياحات منطقية على طريقة السهل الممتنع التي تشي بدرايته بالتقنيات الحديثة للكتابة الإبداعية. لاحظت على عكس الانطباع الأولي أن تقنياته الأسيرة هي التخييل الذي يتفنن في تطبيق العديد من آلياته، وأهمها الانشطار والانزياح والتماثل أو التنظر الأرسطي ورائدية ثم التأويل الشرقي. ولنكون عمليين أكثر، دعونا نتعرف على الملامح الفريدة لهذه التجربة السردية ونعرض مثالا تطبيقيا على براعة الوصف في رسم الإعدادات التمهيدية. في قصته التي تحمل اسم المجموعة سحر الحياة، نعرف أن الكاتب يهدف إلى أن يعرفنا على موقف البطلة من عالم الأساطير. وعندما نتأمل في القراءة الثانية كيف عقد الكاتب التزاوج بين الواقع والخيال، نجد أن الكاتب قد استدرجنا بإيهام الحكائي إلى أن للبطلة وعي أسطوري وأنه وضعها في سياق يتماهى مع اعتناق روح الأسطورة والانقياد في مسارها لتحقيق الحل السحري الذي يلبي طموحات وتطلعات العائلة بأكملها اللي هو الجواز. ثم انعطف بنا إلى مواجهته تضع هذه الإعدادات على المحك ليحدث المفارقة برد الفعل المفاجئ والمعاكس تماما والذي يكسر كما يقال أفق التوقع، ليجعلنا نتساءل كيف رسم لنا الكاتب المحتوى الذهني للبطل الذي يظلله الوعي الأسطوري، وكيف صاغ لنا التقاطع بين الواقع والأسطورة في موقف المواجهة الذي يصدمنا بمفارقة النهاية. أولا، كيف صاغ الكاتب مظاهر الوعي الأسطوري للبطل؟ منذ البداية نجد البطلة ترتطم على الرصيف بعجوز تصفها بالساحرة الشريرة ثم تتحدث عن الآثار السلبية لتعويذتها، وحين تتعرض لجذورها وتتذكر الماء المختلطة
المصرية الأمريكية الشمال الجنوب نجدها تشير إلى حكاية بوكا هونتاس، كما أن صديقها جون تورونتو يذكرها بمحاربي العصور الوسطى حيث تنتصب أطراف شعره كالخناجر المدببة من تأثير الجل من تأثير الجل. نجدها بعد ذلك تتطرق إلى فارس الأحلام الأميرة والأمير، نتعرف على عالمها السحري وعلى اهتمامها بعلي بابا وولد ديزني، وعندما تلمح إعلانا عن فيلم الجميلة والوحش تعترف أنه فيلمها المفضل الذي يلهب خيالها، وتظل عيناها معلقتان بالإعلان وعقلها مشغول به وتحلم برؤيته مجسدا. إذا البطلة عندها وعي أسطوري عبر عنه الكاتب بكل الإشارات. بعد كده ثانيا، كيف رسم مشهد المواجهة أو اقتران الواقع بالخيال؟ نلاحظ هذا، نلاحظ هنا كيف جعلنا نلحس مع إيقاع السر بمجموعة اجتياحات. أولا من شقتها إلى الكنيسة كعوب مرهقة تستلقي على الفراش، عقبتها إلى جانبها، يمكن أن تفرغها، أحسن على الهاتف، تجد رقم أمها، لا تجد وقتا لتكلمها، يجب أن تنهض. إيقاع لاهس، كله انتياحات ورا بعض، إرهاق، استلقاء على الفراش، الشنطة ما كانتش قادرة تدور على التليفون فيها، لقيت فرصة لأن الشنطة جنبها تدور عليه، هتلاقي التليفون أمها ما عندهاش وقت، لازم تقوم عشان تجري تمارس رياضتها في الجري عشان طبعا ايه ما تسمنش قبل ما الدنيا تمطر، لازم تقوم تغير هدومها، هتدور على الشورت في الدرج، هتلاقي الهدوم، الهدوم هتفكرها انها لازم تغسلها في عطلة نهاية الأسبوع عشان هتروح الكنيسة تقابل القسيس، هتفتكر إن القسيس كان له لقاء أو خوات مع أبوها، انفتاحات كلها انفتاحات. وأبوها طلب منه يساعده إنها تلاقي عريس. بعد كده تتذكر رسالة أبيها للقسط، لنعود ثانية إلى مظاهر وعيها الأسطوري. نرجع تاني برضه، بيأكد لنا الكاتب على إن هذه البطلة عندها الوعي الأسطوري واضح جدا. فهنلاقي إيه بقى؟ هتتذكر لما هتسمع الرسالة الأنسر ماشين أنها تمنت وقتها أن تقدم التفاحة المسحورة لتغيب عن الوجود مثل سنو وايت. رجعنا تاني لإيه؟ للأساطير. بعد كده ثم عبر سلسلة من الانفتاحات المتتالية ينتقل الكاتب هنا في ثلاثة من شقتها إلى الحديقة. كل ده احنا عايزين نعرف إزاي هي مشت من الواقع إلى الخيال، إزاي تقاطعت مع الأسطورة بتاعت الأمير المسحور أو الضفدع المسحور. بعد كده الانفتاحات بقى متتالية من شقتها للجنينة. هتقوم عشان تنزل تجري، ترتدي البلوزة البان، البلوزة اللي هي ليها كشكشة بيضاء حوالين الرقبة. البلوزة هفكرها ببلوزة سندريلا، يعني من بلوزتها لبلوزة سندريلا. سندريلا هخليها تفتكر الحذاء بتاعها الزجاجي اللي فقدته. هتقوم راجعة داخلة على ايه؟ ان حذائها الرياضي كان شاريها ب 80 دولار. حذائها بعد كده حذائها هتمشي تخبط بيه على الممشى اللي هو على ضفة النهر، ومنه هتكمل تمرينات الجري لحد ما توصل الى الجنينه اللي هي ريفر سايد بارك. بعد كده هينتقل بقى الخطوه الجايه، هي وصلت الجنينه، ازاي بقى هتقابل الضفدع؟ ينتقل بنا بعد ذلك الى المواجهه او التقاطع بين الواقع والخيال. المشهد بقى تخفت الضفدع، تصدر اصوات مخيفه عليه، هتقابل بقى الاسطوره هنا. تخفت الضفدع، تصدر أصوات غير مفهومة، تختفي رتابة صوت الحذاء، طبعا الطريق طويل، الأشجار قديمة، العالم بدائي، الطبيعة الأولى، شعور بسلام حقيقي، يسمح لنا بهذا الصمت المهيب،
يسمح لنا هذا الصمت المهيب بالإنصات إلى رحمك الدكتور، ثم المحادثة بينها وبين الدكتور اللي بعد كده إيه هتوصل إلى قرارها في النهاية. طبعاً عارفين الأسطورة، هو الدكتور هيطلب منها، هو الدكتور أصلاً حريم مسحور، ويعني عشان يرجع يعني يزيل عنه فعل السحر لازم حسناء تقبله. دي إحدى هي ليها إصدارات كتير، في إصدار تاني إنه ينام معاها ثلاث أيام في فرشها وبعد كده يتحول لوحده، الإصدار ده إنه يبصها. فهي طبعاً هي أخذت قرار بالرفض، القرار. هنا بقى هذا القرار اللي هو رسالة الرواية، قصدي القصة اللي هي سحر الحياة، هذا القرار يعكس طبيعة هذا الجيل. تتضح لنا عقلية الإنسان الغربي الذي يراهن على الواقع فقط ولا يدفعه سوى المنطق المادي. فهي تعتبر عصفورا في اليد خير من احتمالات عده مهما بلغ عائد حقها. هي قالت له في النهايه يعني يكفيني ان انا معايا دكتور بينطق. دكتور نار. انه سحر الحياه الغربيه، عشان كده انا بعتبرها سحر الحياه الغربيه. الذي يوشم الروح بالمنطق المادي الواقعي رغم ما يبدو من افتتانه اللي هي الشخصية الأوروبية أو الغربية بما يتسم به الشرق من الأساطير والبرانيات. دي أول قصة اللي هي سحر الحياة. لاحظنا في سحر الحياة كيف استخدم الكاتب تقنية الانزياح. شفنا طبعا الانزياح، في انزياحات كتير خصوصا بين الحوار بتاع سندريلا وغيرها والهدوم والغسيل ومعدة القس، يعني دي انزياحات ورا بعض. دايما بنشوف مش عارف ايه الفرخه البيضاء او الفرخه والحاجات دي اللي بنسمع عنها دايما. دي مثال بسيط يعني. بعد كده دي انزياحات استخدمها في الانتقال خلال العالم الواقعي وبعد كده الى عالم الاساطير. بعد كده هنشوف نموذج تاني للانزياحات. بس انزياحات بتمثل عتبات الى تيار الوعي. في قصته المبهره ميت قديم يحتضر نجد تطبيقا اخر على استخدامه كاحدى العتبات لتدفق تيار الوعي. في البيت حين اتى انتقل به منظر الزياده من منظر الام والابنه الى جانب سرير الاب المحتضر في الميته الاولى. انتقل به طبعا إلى تذكر تفاصيل وفاته وجنازته الأولى، دي أول حاجة. تذكر تداعيات ثم حين انتبهت مشاعر نحو الابنة اللي هي كانت حبيبته في الميتة الأولى وجلس مضطربا لتحتوي لمسة يدها وساد صمت مدة، سمح الصمت إن إيه يسمع صوت إيقاع الساعة، ساعة إيقاع. فده فكروا بإيه؟ بانه لما كان هو وهي بيتنافسوا انهم يطلعوا عشان يلفوا الزنبرك بتاع الساعه. يلم الساعه. دي برضه ايه نقله من عتب. بعد كده ايه اشاره المحتضر اللي هو الاب ده الى صندوق الموسيقى. ده احال برضه الى فلسفه الاب الحياتيه في ان افضل طريقه للتغلب على موقف هي عزف الموسيقى. الاشاره الاب اللي انشغل الموسيقى فكرته بحوار كان مع الاب، كان بيتكلم فيه الاب ايام كان بيفسحهم انه كان بيتكلم على اهميه الموسيقى والحاجات دي. بعد كده الثرثره بقى مع الابن الاصغر هتخليه يفتكر النزهه اللي شافوا فيها صياد السمك وهو بيصطاد، والاب وقتها هيتكلم على فلسفه الموت اللي هو بيعتنقها اللي هو بيماثل فيها بين السمكه والانسان. في هذه القصه اللي هي ميت قديم يحتضر التي تعد نموذجا لتقنيه الانشطار السردي الرقصي او العمودي عبر الزمن. دي اللي هي ميت قديم يحتضر. في نموذج للانشطار الرقصي او العمودي اللي هو الانشطار عبر الزمن. انشطار الوعي بحيث يعيش مرحله زمنيه ومرحله زمنيه اخرى لنفس الحدث في نفس الوقت.
انشطار في ادراك او وعي شخصيه الزمان بحيث يصبح الثالث في احد شقيه شابا وفي الشق الاخر في سن اكبر. هذه التقنيه نفس الشخصيه في اكثر من مرحله عمريه تعيش نفس الحدث تصنع المفارقه هنا التي تتسق مع المقاربه النفسيه للنص وتشهد اشكاليه الازدواج في الشخصيه فالشخصيه تجمع بين هويتي الشرقيه والغربيه لذلك تتارجح بين عالمين. يعني الازدواج في الهويتين بيساعدوا ان يخلوا الكاتب يتعامل مع هذه التقنيه. في نص نهايه التقدير يحتضر يقول الكاتب في مستعلها سمعت صوتا بين الصخر ربما كان صوتي ودي مفتاح ربما كان صوتي كما يحرص على ان يبعدنا عن فكره الحلم عشان في ناس ممكن تقراها تقول ده حلم كما يحرص على ان يبعدنا عن فكره الحلم حين جعل النوم في نهايه الاحداث ونام بعد ما في الاخر حين يختتمها بمقولته نام في مخدعها واستيقظ في فراشه دي النهايه. في قصته عن وقائع الوفاه الثانيه للجار القديم يصور لنا تجليات حياتيه في حضره الموت يمارسها جميع افراد العائله دون استثناء. تجليات حياتيه في حضره الموت خاصه المحتضر. هنشوف ازاي رسمه ازاي يتشبث بالحياه. نلمح مظاهرها في استجابته للمسه انامل زوجته في استرخاء ملامحه. اول ما مراته هتلمسه هيسترخي وتقلص وجهه هينفرد وكده. هيحرص على السكون على انه يبقى ساكت عشان يوفر طاقته عشان يفضل على قيد الحياه اطول فتره. يتوق للاستماع للموسيقى كل دي مظاهر حياتيه وهو بيحتضن ويستجيب بقى للمعزوفه بانه ايه يحاول انه يغني فلما هيغني انفاسه هتضطرب وهيكح جامد. فرغم انه الكحه الجامده وضرب انفاسه وهيوقفوا المزيكا هيطلب منهم تاني ان هم يشغلوا المزيكا. يأمر بأن تصح الموسيقى رقمين جديد. كذلك نلمح مظاهرها في استجابته لعودة الابن. أول ما ابنه رجع شاهد اجتماع الفيديولايزر وقام يحكم فيه يعني كلها طبعا كلها مظاهر تحميمية. كما أنه بعد كده لما ابنه جه طلب تقديم الشراب احتفاء بمقدمه وعبر عن رغبته في اكتشاف القليل منه ولقيناه يبتسم ويغمض عينيه ويهز راسه كرما مع الموسيقى. ده قط بيموت يعني طبعا لقطه واضحه جدا يعني على خلفيه الموت في مظاهر الحياه التشبث بالحياه. وكانما هناك تماس ثم التماثل بينهم بين السالب والقط. نجد السالب ايضا لا يعلم بحضور الموت ولا ينسى نصيبه من الحياه فهو يتامل ابنته ابنه المحتضر اللي هي كانت حبيبته في الميته الاولانيه يلتفت الى يدها ذراعيها ردفيها ظهرها ساقيها ثم يقارن بين ملامحها في فتره المراهقه. ده هو ايه؟ قاعد جنب بيواسي المحتضر ونرى كيف ان عيون امها الخضراء الواسعتين تحيله الى عينها اضافه الى جاذبيتها شعرها المسترسل فوق ظهرها ثم توقعه لاحتضان يدها البطه على مسند الكرسي مجراه يتحدث ايضا عن نظرتها الخضراء المختلفه ويصور صدرها البر محشورا بين ركبتيه حيث رائحه شعرها تداعب انفه ثم كفاه حول ظهرها يعتصرها في قبله طويله. كل ده في حضور الموت، يعني كل دي مظاهر حياتيه في حضور الموت. وعندما يتدفق تيار الوعي وتتداعى احداث مشهد الجنازه الاولى، نكتشف محاوله الكاتب الربط بين المشهدين، مشهد الوفاه الاولى ومشهد الوفاه الثاني، ازاي بقى بيربط؟ بيقول بقى ايه؟ يحاول ان يجد تفسيرا متماهلا، يقول الكاتب ساحرا أنه ربما لم يكن يغني في المرة الأولى لذا منح الفرصة لكي يغني أثناء الميتة الثانية. ده محاولة للإيه هناك أيضا رمزية
الذاتية التي انقطعت معها كل تفاصيل مظاهر الحياة بمجرد وصول الابن الكبير الذي يمثل الجدية والقتالة، بالإضافة إلى الغرائبية. مشهد غريب جدا. فعودة الابن المسافر اللي هي المفروض تاخد مسافر في بلد بره، المفروض يعني ياخد وقت، هنلاقيه رجع في المشهد طارق الدار طبعا غرائبية. بعد كده مشهد تناول الطعام، مشهد غريب جدا. جاب ترابيزة عليها الأكل وحبات الفاكهة والحاجات دي، وفجأة قال لنا إنهم بياكلوا على الأرض. وبعد كده قال لنا إن إيه؟ حطوا الأكل على فخاخهم. وبعد كده قال لنا إن في ترابيزات طلعت. فالمشهد ده أنا استشف منه إيه؟ إنه بيجمع بين المشهدين. يعني المشهد الأخير الميتة الأخيرة ترابيزة. مشهد الميتة الأولانية مثلا أكل على الأرض. بما إن نفترض إن الظروف مثلا كانت أقل أو الظروف الحياتية اختلفت. فمشهد طبعا جميل جدا. تشعر في نهاية النص أنك استمتعت بمعزوفة جنائزية للبحث مع لقطات تدعو للمشاركة، تدعو من تلقي للمشاركة بدور ما في عملية التأويل، وتثير التأمل حول الحياة والموت يستشعر فيها المتلقي في نهايتها بلذة النص. بعد كده هننتقل من تقنية الانشطار العمودي، انشطار عمودي المثل ده اللي هو انشطار عبر الزمن. نفس الحدث في نفس الزمن، نفس الشخصية في زمانين، زمانين نفس الحدث، نفس الشخصية في زمانين. بعد كده نفس الشخصية نفس الحدث في مكانين. ازاي بقى دي هنلاقيها في نص مسافر؟ حيث تنشطر شخصية جديدة. ده افق اللي هو بتاع المكان اللي هو رحلة اسكندرية ورحلة نيويورك. حيث تنشطر شخصية في نص مسافر ده اللي هو أول نص. تنشطر شخصية السائق إلى شقين وبشكل أفقي. يتمثل أحد شقين في رحلة القطار إلى الإسكندرية، بينما الشق الآخر في رحلته إلى نيويورك. هناك العديد من الانزياحات لكنك لا تشعر بها لأن الكاتب يستدرجك بسلاسة من خلال تفاصيل عديدة تستغرقك تماما ليحقق ما ينشره من الإهانة الحكائية. بداية نجد أن المفتش يماثل بائع التذاكر، وتبعا للتناظر الأرستي يصبح المكان يماثل المكان. جمع بينهم هنا شخصية بائع التذاكر أو المفتش. وعندما نكتشف توقف عقارب الساعة أو تجمد الزمن، هنا إيه؟ جمدنا الزمن عشان إيه؟ يبقى الزمن عامل ثابت، ويبقى الحوار أو الاختلاف على المكان. وعندما نكتشف توقف عقارب الساعة أو تجمد الزمن، يمكننا أن نضع أيدينا على الانشطار الأفقي لوعي الشخصية بين رحلتين القطار. كما أن لقطة جفاء الحبيبة وما ينم عن خداعها بركوب الدرجة الثالثة ثم مغادرتها القطار بلا وداع تحيي بخلفية مبررات القرار بالسفر. وفي نفس السياق نلمح التلميعات على نفس الوتيرة، جواب العروسين وسؤال في نفس الكرسي قدام العروس وقدام حبيبته. كان في عريس وعروسه، وكان في راجل بيقلب في اوراق وهيساله عن الهجره والسياحه. ده يرجعنا لايه؟ لمرحله الايه؟ قرار السفر. ربما يلخص المشهد مرحله ما من قصه حياه السالك، وكانها رحله ما بقطار الحياه. يعني كانهم مسافرين القطر ده، ولا اسكندريه ولا نيويورك، ده قطار الحياه. قطار بلا سائق، تتوقف فيه عقارب الساعة، كأنه يقول: أيها الزمن، كف عن جريانك لأتأمل تفاصيل تلك الرحلة بين المكانين. إنها إعدادات تخيلية صاغها الكاتب ليرسم لنا لوحة تمثل التقاطع بين الرحلتين، ليست بالحلم، لأنها تحتشد بتفاصيل كثيرة تتجاوز ذاكرة الأحلام. آخر حاجة هننتقل إلى تقنية التناسل أو التناظر الأرستي في قصة المؤلف. بين مذيع التناظر في قصة المهرج، بين مذيع التلفاز الذي يذيع أخبارا عبثية، وبين المهرج الذي يقوم بدور مشاهد. في البداية يعتبر المهرج أن مذيع التلفاز صار من عائلته، وأنه يشعر بالألفة معه. وفي النهاية بعد أن يسقط على خشبة المسرح، آخر القصة بقى هنلاقي اللقطة الأخيرة إيه؟
طفى التلفزيون وخرج. ده بقى وهو واقف على خشبة المسرح مفيش أي فاصل بينهم، يبقى إذا دي لقطة واحدة. من أي لوكيشن خرج المهرج في النهاية؟ هل خرج من التلفاز أم إلى المكان الذي يمارس فيه عملياته؟ أم أن التلفاز هو المسرح؟ لا يوجد فضاء فاصل بينهما إلا إذا اعتبرنا أن المذيع داخل التلفاز يماثل المهرج على خشبة المسرح. كذلك نجده يركز أيضا على ظاهرة الخداع، يقول لنا أنه ليس وحده من يخدع بما يضع من مساحيق والمكياج وبما يخفي من ملامحه الحقيقية. إنه يسوق لنا مشهد الممثلة، المرأة أيضا فعلتها حين قبلت حبيبها ثم عودت البلوز بجوار زوجها، إذا هي تخدع. فرع الكاتب في يعني ليس وحده من يخدع، فرع الكاتب في رفض المفارقات التي تثير فضول المحرك مثلما برع في تصوير ملامحه الشكلية تماهيا مع الخداع والكذب بتأكيده على الشعر المستعار بتاع المهرج. وشعر مستعار، الاستعارة دي تمشي تتماهى مع الخداع، وبعد كده يبقى ايه الشعر المستعار ده مرادف الخداع، بعد كده الأنف البارزة دي تماهيا مع مين؟ مع بينيكيو الكذب. كأنه يريد أن يقول على طريقة إحسان عبد القدوس: يا عزيزي كلنا محاربون. اكتفي بهذه الملمحه السريعه ببعض ملامح التقنيه السلبيه في المجموعه، واشكركم جميعا والسلام عليكم. هكذا يكون تناول الاعمال الابداعيه المهمه، يكون مستوى النقد في مستوى الابداع. انا يعني الحقيقه احسست وكانني في محاضره تتكلم عن نظريات الابداع، اتكلم في التذوق الفني. ففعلا استطاع الدكتور شريف عبدين ان يضيف جوانب الكثير من قصص هذه المجموعه، وانا اشترك معه في ان هذه القصص الثلاثه التي تناولها على الاقل، او تناول اكثر من ثلاث قصص، انما هذه القصص الثلاثه التي التفت اليها هي من اهم قصص المجموعه في الحقيقه. حقيقة الدكتور شريف، ولابد في هذه المناسبة أن أحيي الكتاب المهم الذي أصدره حول القص الوامض، والذي لم ينل بعد حقه الذي يستحقه. أنتقل فورا إلى الناقد الكبير المخضرم الصديق الأستاذ شوقي البدر يوسف، يعني مؤرخ الإسكندرية وسريع ومؤرخ سرداء الحقيقة، بل إنه مؤرخ السرد العربي لأكثر من أكثر. تفضل. أنا أعددت ورقة بحثية لهذا اللقاء حوالين رواية ساحل الحياة. هذه ورقة بحثية أخذت عنوان اختلاف الكتابة وكتابة الاختلاف في قصة قصيرة مجموعة ساحل الحياة للكاتب الدكتور شريف وليكا أبو سعيد. ده عنوان الورقة البحثية. الكتابة القصصية عادة بتختلف من جيل إلى آخر ومن كاتب إلى آخر من ناحية الشكل والتوجه والمضمون والجانب الفني في تنوعه وتماميه وتجاربه الجديدة. كما تتمحور كتابة الاختلاف الأخرى من ناحية الموضوع والمضمون المطلق الذي يضع الكاتب يده عليه ويعول على إبراز أوجه الحياة والحدثي بالمية. ولعل الاختزال والتمنيح والاستقلال والتعديل هي من سمات القصه القصيره، وهذا ما يجعلها ذات بنيه سرديه تختلف عن الروايه وعن بعض الاكناس الادبيه الاخرى بمرونتها من ناحيه الشكل ومن ناحيه التكوين. والقصه القصيره في الحقيقه تعتبر الفرد الممكن من ناحيه الاختلاف، ولا تعترف بالمستحيلات في تشكلها، إذ ليس لها تعريف شافع نافع خاص بها يحدد ملامحها ويشكل بنيتها، بل إن الموضوع مطروق بمقدرة كاتبها ومتلقيها في نفس الوقت للاستحواذ على نصوصها باعتبارها فنًا بالغ الحساسية من ناحية جماليات النص ومن ناحية محاولة الاستحواذ والقبض على اللحظة التي يتسع لها العالم. من هنا كان اختلاف الكتابة في قصة قصيرة بين كاتب وآخر ونص وآخر. أما كتابة
الاختلاف فتبدو في الانساق التي يعتمد عليها الكاتب في ابراز هذا الاختلاف. ربما كانت هذه يعني مقدمه قصيره عن الاختلاف لاعتماد الاختلاف في القصه القصيره. تعتبر الفانتازيا وتخيلاتها المختلفه من الاشكال الجديده في كتابه الاختلاف في القصه، حيث تمثل لونا يبدو على النقيض من الواقعيه بعيدا عن الواقعيه التقليديه او الواقعيه المدينه في السرد القصصي. يستخدم لها كاتب الخيال وفنون القول المختلفه في طرح مشكلات الانسان واشكاليات حياته القائمه على فلسفه خاصه، مما جعل الفن القصصي ايضا ينحو المنحى الفلسفي والاشكال في تناوله. ربما كانت اعمال ادغار الان بو وكافكا وسوبرس مو وتشيكوف واستخدام البعد الواقعي المنزول بما وراء الواقع ومتخيل الذات كطريقه جديده للكتابه القصصيه، ما منح القصه القصيره مذاقا خاصا في كتاباتها وتناولها، وابتعد بهذا الفن الحكاية عن التسجيليه والواقعيه التقليديه في قدرة جديده تختلف بحسب ابتكار الكاتب وقدره الخلق لديه. وفي مجموعه سحر الغرائب الدكتور شريف مات ليلى وهذه المجموعه القارئ ليلى يبرز الاختلاف في الكتابه وكتابه الاختلاف في تجربه هذه المجموعه من خلال التعبير عن التنوع في مسار الفانتازيا والماورائيه وراء الواقع في نسخ التجريب القصصي في تجربه الكاتب. كذلك يبدو الواقع في بعض النصوص المجموعه تبدو فيها محاور الفكر وفلسفه الواقع كمتسع لمحاوله الوقوف على مجريات العالم من فانتازيا ومتخيل وواقع واحداث، كلها تنبع من الفن القصصي المعبر عن سحر الحياه بألوانها وتلازماتها وما وراء المواقف والاحداث. عنوان جانبي يقول الماورائيه في القصه. الكاتب كان انا بختلف شويه مع ما ذكره صديقي وزميلي الدكتور شريف على ان المجموعه ما فيهاش احلام، لا الكاتب يستخدم الحلم فعلا وعبثيه الفانتازيا والماورائيه في تجسيد الواقعي والمتخيل في كتابه الاختلاف. كما يستخدم ايضا في وراء الواقع في العديد من النصوص بغرض الاتكاء على المحور المضمون ومحاوله انتاج المعنى والدلاله من خلال الشكل والمضمون في محاوله الجاذبه للتفكير والعبثيه في انساق تجربته القصصيه الفاتنه من خلال استخدام الفانتازيا والمتخيل السردي القائم على تحولات الخيال. يعني بننتقل يعني الى اول قصه، يمكن انا كنت هحط ايدي على قصه واحده في المجموعه، لان انا رايت من قراءتي للمجموعه ان كل قصه فعلا تحتاج الى قصه. ده فعلا يعني القارئ للمجموعه والمتابع لهذه المجموعه ولهذه التجربه يعني يحس ان كل قصه فيها شغل وفيها يعني محتاجه الى كلام كتير جدا. في قصه المسافر يعني انا هعدي كده مرور الكرام على القصه والقصتين ثم هقف يعني طويلا قدام قصه واحده. في قصته الأولى مسافر يستخدم الكاتب الحلم الكامل داخل الشخصية، وهو أمر تحقق في أكثر من نص في تحقيق ما يريد أن يصل إليه من خلال الانتقال الحلمي السريع إلى مبتغاه وهو السفر إلى الخارج بعد أن جنح في عقلية الباطن نحو بديل الغاية من خلال التوجه لاستلام وظيفته الجديدة في مدينته المفضلة الإسكندرية. وفي القطار تنتهك لحظات الحلم بروافدها المختلفة حول متخيل الواقع في رؤيته لحبيبته على سبيل المثال تجلس بجانب أسرته في القطار. طبعا دي صدفة غريبة يعني. والشيخ الذي أعطاه رسالة السفر وبعد ذلك بالمشاهد الممثلة للواقع، وفي هذا المشهد الحلمي يتماهى الواقع مع الحلم، ومع أن الصدفة هنا هي التي أعبت دورها في هذا المشهد المتخيل، إلا أن العقل الباطن هو الذي يستحضرها من خلال هذا المشهد بكل واقعيته. وعندما يحتل المسافر مكانه الطبيعي جالس في القطار يجد نفسه فجأة في مدينة نيويورك. ازاي هو الحلم نقله او عقل نقله وقدر هذا الى المدينة، وتستيقظ فيه واقعية المشهد الجديد او الحلم الذي كانه قبل ذلك، وينتهي النص بتحقق حلم حياته فاستغرب ليجد نفسه في بداية تايمز او في تايمز سكوير في مدينة. أما الأبعاد الإنسانية المتحققة من المجموعة فهي تبرز في عدة نصوص
اوقعها وابرزها قصه المهابط اللي اشار اليها الصديق في ابراهيم، وفي يستخدم الكاتب المرور الداخلي على لسان الشخصيه في متابعه ما يحدث له وللاخرين على مستوى النص، حين يقول: احقر وثيقه بالوجود هي شهرتي هذه، لكنها تعينني على دفع اجرام هذا البحر الذي يؤذيني ويقيني شر الطريق. ومع ذلك كيف يسمحون لنا في يومنا هذا ان يعتلي انسان خشبه المسرح وقد تلون وجهه بهذه الالوان الفاقعه، بينما يرتدي مثل هذه الملابس الفضفاضه لا شيء الا ان يضحك الجمهور ويتيح لهم ان يسخروا من مقطع من القصه. لذا كانت السخريه وهي من ضرورات المجتمع والحياه، فهي ملاح لحياه الانسان وطبيعته، مما يؤكد قدرتها على زعزعه نظام المجتمع وطبيعته وتوجهه. ومن ثم كان المهرج احدى ادواته، وقد استخدمه الكاتب في هذا النص ليبرز متناقضات الحياه، وان ما هو موجود ليس هو المطلق، انما الموجود هو رد الفعل لما هو حادث. وحتى تؤدي السخريه دورها في الاقناع فهي تحتاج الى مقنع فذ. لذا فان المهرج الذي اختاره الكاتب والذي انتخبه كل ما اختاره هو المقنع الفذ، وهو انسب الذين يؤدون دورهم لاسعاد الانسان والسخريه من الواقع المهزوم المالوف. وبالتالي كان المهرج يستمتع كغيره من المتفرجين بما يفعله الناس في حياتهم اليوميه والاجتماعيه والسياسيه من امور تثير السخريه والمراره والاستذكار بحسب ما قراه على صفحات الجرائد والمجلات وبحسب ما شاهده على شاشات التلفزيون من امور سخريه ومضحكه. ذلك فهو يقول: بت اسد المسرح لاتفرج انا على الناس بدل ما هم يتفرجوا علي، انا اذهب الى المسرح لاشاهده واضحك، ومن بعدها صرت استمتع بعملي الجديد الذي اذهب اليه كل ليله لاشاهد العرض الذي يقدمه لي الجمهور هناك واضحك. كانت تلك المفارقات والمتناقضات السياسيه والاجتماعيه التي يشهدها يشعر المهرج في التلفاز وعلى صفحات الجرائد وفي المسرح نفسه تجعله يستمتع بما يشاهده، مثل ما يستمتع الجمهور بما يقوم به من انواع الالعاب بهل وبهل ورميه وسخريه من هذا الرجل الضعيف. يعني القصه في قصه عيش بلدي، ودي طبعا هو لقاء في عشاء، يعني يسروا الكاتب جلسه عشاء في نيويورك هناك، ويعني مع مجموعه من الاصدقاء، يعني يمكن انتقل انا الى يعني قصة أخرى اسمها سحر، اللي هي قصة خالد عنوان المجموعة اللي هي قصة سحر الحياة، رواية حمالة لعنوان المجموعة، وهي قصة ذات عمق ميتافيزيقي يغلب عليها عنصر الفانتازيا، ونتخيل السرد القائم على الخيال من خلال هذه الفتاة الأمريكية ذات الأصول العربية التي تمارس حياتها بكل مفاهيمها عندما تصطدم بما وراء الواقع في فانتازيا خيالية وتعثر على قطاع وتتحدث معه، وطبعا الخيال لعب دوره الكاتب. ويمكن هذا النص يعني يذكرنا ببعض قصص الكاتب الدنماركي هانس كريستيان اندرسون والاخوان الالمان برين، الاخوان برين اللي هم كان عندهم قدره متخيله في انتاج او انجاز مثل هذه القصص. سوف نتوقف بعض الشيء او نتوقف قليلا امام احدى قصص المجموعه، وهي قصه ميت قديم لحضر. لاهميه هذه القصه في طرح موتيف الموت والحياه، وهي موتيفة أو تيمة كثر تناولها في مجال القصة القصيرة، وهي تجسد فلسفة المسك بين إشكالية الحياة وإشكالية الموت، وأسئلة المفارقة المتخيلة النابعة من هذه الإشكالية في مساقيها التي جاءت علي داخل النص. وتحضرنا في هذا السياق قصتان أخريتان يجمع بينهما قناص هذه التيمة القصصية مع ما تطرحه قصة الدكتور مليكا ميت قديم الحياة. القصة الأولى إحداهما أو إحدى هذه القصص كتبها يوسف إدريس بعنوان العملية الكبرى من مجموعة المداهة سنة 60. والقصة الثانية كتبها القاص السكندري مصطفى ناصر بعنوان بدوار الرجل المريض، وهي من مجموعة حفل زفاف في وادي الشمس بانتصار هذا الكتاب الذي مجموعة صدرت عام 98. يعني فرق بين القصتين بين قصة يوسف إدريس وقصة مصطفى ناصر حوالي 38 سنة. هاتان القصتان يبدو فيهما ثمة تناص يجمع في تشكله مع قصة الدكتور شريف بليكا من نواحي عدة
أغراضها وأجهزتها. وضوح البيولوجي الملتمس المرتبط بظاهرة الحياة والموت، وهو اختلاف مظاهر التخصص ثلاث قصة يوسف إدريس وقصة المستطرس وقصة شريف بليكا، يشير إلى واقع الحياة ثم الموت كخلفية راصدة لهذا الواقع، وهو يحدث فيهما من تداخلات بيولوجية ونفسية وإنسانية. والواقع أن الموت لا يصبح مشكلة حقيقية تستمر على مجمع نفس إلا حينما يرتبط بمشكلة الحب. ألم يقل جبريل مؤثري على لسان إحدى شخصياته الروائية: إن من أحب شخصا فكأنما يقول له إنك لن تموت قط بالنسبة لي. فهذه القصص الثلاث تجمعها موتيفة واحدة وهي العلاقة بين الحياة والنوم من خلال البعد الجنسي المسؤول عنهم في كل منهم، والمعبر عن شبقية الحياة ونظرة الحب الزبوني تجاه الأنثى حتى في أشد حالات الحياة أزمة وهي مرحلة الموت. وقد قام كل كاتب من الكتاب الثلاثة حسب تجربته الفنية برصد وطرح أفكار هذه العلاقة من وجهة نظره ومن خلال نظرة فنية تكاد تكون واحدة، وهي العلاقة الجنسية المتوحدة مع مشهد المول القائم لجوا هذه العلاقة. وهي تمثل رؤية الكاتب شريف بليكا في مجموعات من سحر الحياة والمرتبطة ارتباطا نوعيا بهذا الموت في صورته التي جاءت على القصة في قصته ميت قديم يختبر بجانب قصة الكتاب الآخرين. ففي قصة ميت قديم يختبر لكاتبها الدكتور شريف بليكا والقصة ميتة في زيتيلا يلعب فيها الخيال دورا كبيرا، وتبدأ بهذه العبارة الممتلسة في دلالتها وتأويلاتها داخل النص، والتي تقول: سمعت صوتا وسط الصخر، ربما كان صوته أو صوت واحد ناشئ، لكنني في النهاية شككت أنه ربما يكون صوتي أنا. على الرغم من فشلي في أن أتبين بدقة ملامح الصوت كي أحدد إلى أي منا كان انتمائه، إلا أنه كان يقول: الحياة تمضي قدما بينما نتسكع في دبابات الحلم. ده الاستدلال الأول للقصة في قصة مادة قديمة تحضر. ويبدو التداعي والتباهي الغريب مع الحاضر في مخاطرة الراوي، القصة تدور على لسان الراوي لنفسه بهذه الكلمات التي تحدد ميزة في زقيف النص وتماهي أحداثه المتخيلة. في نفس الوقت تتداعى خواطر الراوي في غروب داخلي يعمق المشهد وتتداخل جوانبه مع ما يحدث في متخيل الذات، ويقول: رغم معرفتي الآن بأنه مات منذ زمن طويل إلا أني رأيته اليوم. نعم، رأيته بعيني راقدا على فراشه. اسمه الضخم المسلم أمامي وبطنه الرجيم يعلو ويهبط. كان جليا أنه مناسع ليبقى على قيد الحياة. مجرد حركة صدره نضال يصدر نفس بنفس من هواء الغرفة. وسط هذا المشهد يجسد الكاتب في مناخ الخضرة خيالات الصور المتعاقبة والديكور المصحف بهذه المناخات بجانب الحاضرين في قلب الحمر من زوجته وابنائه الذين يقومون بواجبهم تجاه رب العائلة المريض. كما يجسد أيضا الكاتب صورة الرجل المريض الغريبة في ظل الراوي. هو يعني يشاهد مناخ الحجرة وما أصبحت يعني يوصل الحجرة بيقول: مصباح كرمي وإن جيل قديم متآكل الغلاف ورزم المشط الطبي ولف الغشاش وزحم القوارير تحبها علي تخبيها عني أحيانا مؤخرة الزوجة حين تنحني قليلا لتمسح بجوفها حبات العرض من فوق جبينه أو ترفع قصبة من شعره بعيدا عن عينيه. كانت تقلصات وجهه تتراخى على الفوق بمجرد أن تلمسه بأنامله ثم تعود وتتقلص من جديد. وتخلو حقلة الأرض المريض الجاثم أمامنا إلا مني والدته التي كانت صداقتنا نابعة منذ الصغر. في هذا المشهد تبدأ عاطفة الماء تتجسد وحدها بين الراوي والابنة الجالسة جواه من خلال يدها المضمومة حول يدي فوق مسند الكرسي. في هذا المشهد تبدأ العاطفة تتبلور في مشهديها
نفسية حول هذا الرجل المريض أو حول هذا الأب المريض. حاولت أن أسحب يدي الرفق ولكنها تمسكت بقبضتها أكثر، وسرعان ما قامت من مقعدها وركعت بمواجهتي، تقدمت قليلا حتى صار صدرها الأرض محشورا بين ركبتيها. تركت يدي لتقطع ساعديها وتحيط بكفيها ظهر عنقها. اقتربت برأسها نحوي وشممت شعرها تداعب أنفي، أو شممت رائحة شعرها تداعب أنفي. بدأت أنا منها تغسل شعر رأسي وهي تدنو أكثر وأكثر وأنطرها يملأني. رفعت كفاي بضوئي حول ظهرها أعتصره وأقربها من صدري حتى تلقت شفتان في كل طول. لكن المشهد الراوي مع ابنة الرجل المريض المسكي في قلب الحجرات اللي هو يحتضن ثلاث مرات، ويتداعب المشهد الراوي فيما وراء الواقع في حضرة الراوي في تداخل الواقع والخيال في ذهنيته. ويقول: كنت مندهشا لرؤيتها هي وامها وابيها منظرهما الى جانب السرير في مبيت، فانما انا اعرف بكل تاكيد ان هذا الرجل قد رحل عنا منذ زمن طويل. تذكرت يوم حضرت جنازته وانا شاب صغير، استدعيت حتى صور المقابر التي وصلنا اليها في الحي القديم المحاطه بالعمارات العتيقه القصيره المنتصره. انا متاكد ان الرجل ده سبب له ان هو مات. كما يتجسد منظر الجنازه بالقصار الخاصه في مثل هذه الحالات، كانت تلك هي اول تجربه لي مع الموت. وتتحول المشاهد داخل القصه في تواتر مستمر حتى طلب الراوي ان يأتي قليلا في احدى حضرات منزل الرجل، وحين استيقظ الرجل نفسه في فراشه. يبقى اذا كان هذا هو الفيلم كان بيحلم. بننتقل يعني ده دي يعني مجمل قصه ميت قديم يحتضر، واللي يبدو فيها اقتناص مع قصه يوسف ادريس اللي هي كانت بعنوان العمليه الكبرى اللي في مجموعه الانتاج. ويمكن انا برضه الضوء على هذه القصه عشان نعرف ايه العلاقه بين قصه شريف بليكا وبين قصه يوسف ادريس. بينما هي في قصه يوسف ادريس العمليه الكبرى نجد ان العنوان الذي يمثل الحاله الممتازه بين الموت والحياه ايضا الموت في صورته القادمه في المشهد القصصي، والحياه المرتبطه بواقعه محاوله انقاذ امراه مريضه بمرض السرطان المتجسد في معدتها. واثناء اجراء العمليه لهذه المراه تحدث اخطاء قاتله، حاول الاطباء استدراكها ولكن دون طائل، وتطلق المرأة على وهي على وشك الموت. ويختار كبير الأطباء لأجر هذه العملية طبيبا وممرضة كمشرفين ليسهر على هذه الحالة إلى الصباح، أي أن تحدث الوفاة أو تمر الحالة على خير. وفي مدلول داخلي طويل تتداعى خواطر الطبيب ويتأرجح بين ما حدث أثناء إجراء العملية في عقل الطبيب الدواتالي أباتشي وممرضة الانشراح التي تشاركه الصبر مع هذه الحالة، مع نهاية السيدة المذيعة أمامها وإلى جانب وكل منهما ينتظر الموت منفرد. فهي مكبة على دبر التليكور، ممرضة تشتغل التليكور، وهو مكبة على خواطره، الدكتور الأمشي برضه بيشتغل في التليكور وهو مكبة على خواطره، وبينهما وما هو أكثر من الموت، الحياة نفسها وكل ما سمع احدهما عن الاخر. يعني هم قاعدين في هذه الغرفه وكل منهم يعني مع نفسه، لكن كل منهم برضه بيرى الاخر من خلال ما سمعوا عنه. وفي جسوه المشاهد المصريه التي برع فيها يوسف ادريس منذ ان دخلت هذه المره غرفه العمليات والتفاصيل التي تورد اثناء عمل العمليه. طبعا احنا عارفين ان يوسف ادريس طبيب وشريف مليكه طبعا طبيب، وكل كل واحد يعني يتغنى بالله من وجهه نظره كطب يعني. وفي جسد المشاهد المصريه التي باع فيها يوسف ادريس منذ ان دخلت هذه المره غرفه العمليات والتفاصيل التي اوردها اثناء عمل العمليه كمهاره للاطباء القائمين عليها، تتداعى الخواطر في ذهنيه الطبيب السائر مع الانشراح المكب على شغل الابره امامه. يعني مقطع من القصه بيقول: أيكون ما يراه خدعة أو بداية، أو بالأصح بداية شعور أنه ضحية خدعة شيطانية من المحتم لو صح أن يفقد أثبت العقول وأصاب الصبر. وصف هذا المناخ المأزوم
تجد قراءه الطبيب تتماهى مع نفسنا في اشياء شتى منذ التخرج، حتى تخصصه في الجراحه والعمل في قسم الجراحه، والطقوس المعتاده في هذه العمليات الكبرى المشؤومه التي وضعت هذه المرضى المشيك على الموت امامه، ومع هذه الممرضه الانشراح في هذا الموقف الليلي العصيب. برضه الطبيب وهو قاعد يعني في هذا المشهد بيتكلم او بيتخاطب مع نفسه بيقول لو كانت شركاته في انتظار النهايه ناهد مثلا او سهير او مديحه او حتى كاميليا لانخرب الوجه الى متعه امل متوحشه بالرويده بشراهه فاي امل له في بعض في بعض مصر هدف يعني مش عجباني المباراه اللي هي صبرها معاه. وتتداعى في راسه هذه العباره الردانه التي استقرها الاستاذ في مرحله القصه ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. وهو الحوادث يقولون كان في امراه كان في رجل ثم يحدث الحدث ويتساءلون حق على المراه او على الرجل. دي برضه من مواقع قصه الاستاذ. وتستنسخ خواطرهم مع هذه المراه المزدان منذ ان دخلت المستشفى بشكوى بسيطه للفحص. الى ان اصبحت امامه الان بعد العمليه الكبرى التي وجدت لها وحدث فيها ما حدث وهو جالس في هذه الكبرى والذي تدعي خواطر الطبيب مع نفسه وهو جالس في هذه الكبرى مع انشراح المراه الهدفيه بين زميلتها الممرضات وبدا الطبيب في مناقشتها بالحديث بينهما بينما ذهنه كله مع تفاصيل العمليه الكبرى التي اجريت المراه المريضه والتي اوصلتها الى هذه الحاله المرضيه المشيكه على الكلام. كان تداعي خواطره يراود ذمه وانت احد العمليه الكبرى التي هو مسؤول عنها. وكان الاستغاثه الاخيره ترك مقعده واتجه الى حيث تكوينز ان شاء الله ووضع يده على كتفها ليجد ان جسدها هو الخارق الاخر يرتعش وكانها هي المهرقه بدات تخترق. وبدا الطبيب المناوب العمليه الكبرى مع ممرضه الانشراح كل هذا والموت حولهم وفي كل مكان في الحجره وهو لا يمكن ان يتراجع. فإذا لم تمت المرأة الآن فلا بد أن سيكون الموت من نصيبهما هو والانشراح. وكأنما هو مسوق بها وهي مسوقة به وكلاهما مسوق بقوة أكبر. دفع معنا الترولي المجهز لتحمل عليه السيدة بعد وفاتها ووضعه حتى أصبح امتدادا لمنطقة العمليات وبدأ أن لا قوة على سطح الأرض تستطيع منعه. ومعا خلع ملابسهما وبمساعدته صعد فوق الترولي وصعد هو الاخر والسيده كفت عن التلفت والتحديق السيده المريضه التي على وشك الموت كفت عن التلفت والتحديق واستقرت وعيناها لا تزال متسعتين ايضا وبلا نظرات لا زال الموت يحوم في الحجره على جسدين العاليان تماما منها. وانتهت العمليه الكبرى لهذه المراه المسكينه التي قضى عليها خطا بطريق خطا فادح وقع فيه طبيب معالج وكانت اخر نظراتها في هذه الحياه عملية كبرى أخرى تتم تحت آخر نظرة لها في هذه الحياة. آخر نظرة شهدتها هذه المرأة المريضة كانت عملية مضاجعة بين الدكتور وبين الإنشراح. النص الثالث اللي هو نفس الكيمة أو نفس الموتيفة اللي هي يعني اشتغل عليها الكاتبين هي قصة الرجل المريض من مجموعة الكاتب سكرتير مصطفى نصر من مجموعة اتحاد الزفاف في وهج الشمس. صار سنة 98 لكن نفس المشهد ولكن بصورة أخرى في إحدى المستشفيات حيث يوضح الكاتب بمدة المحلل طبيعة العلاقة الثنائية التي تربط الرجل بالمرأة في خلوة خاصة حيث يتواجد الرجل بطريق الصدفة أثناء وهو أصيب أثناء الطريق واعتبر بالمستشفى الاشتباك في حالته وفي نفس العمر التي احتبس فيها تجلس امرأة شابة مع زوجها العجوز الميؤوس في حالته الصحية. حيث يقال أن المرأة هي أصل الرواية وأن البغاء هو من التوجيهات الأساسية الكامنة في دنية المرأة وعقلها. ويرجع تحليل النفس لهذه الظاهرة إلى الجدلية الاجتماعية وعلاقتها بالرغبة الجنسية المتأكدة خاصة عند الرجل. ويشير فرويد إلى أن الرجل يهدف دائما إلى اختيار الموضوع العاطفي حتى يستطيع أن يسمح لنفسه ولجسده بانطلاق اللا عقلاني الساقط اخلاقيا في تعاطيه بجسد المرأة. وفي قصة الورى الرجل المريض للكاتب مصطفى نصر تجسد شبقية الرجل في هذا النص والمنسجمة مع حواسه حتى هذه اللحظة الحية من واقعه المعاش لحظة توتره
لكن أن الرغم تتأكد درجات الجنسية وتتجسد حالته في لحظة لا توصل إليها في التعامل وهي لحظة عند الزوج الكاهن أداك الولد وتقديم مرة الشابة كان جالسة بجوازة بها الكاهن. لكن نفسها بدأ في مواجهة الطرفين الأخير الموت والحياة. موت زوجها والحياة التي أحياها في هذه الأخير. في القصص الثلاث يعني طبعا يعني المشهد الأخير اللي هو كتبه مصطفى نصر الرجل في هذه القصص الثلاث يستفيد المرأة لهذه الرجل من خلال العاطفة الإنسانية المتعددة والمشبوكة التي تفتقدها في حياتها الخاصة وهي في أغلب استجاباتها دائما تحدث نوعا من التمرد الأنثوي حفاظا على بعض التقاليد بالنسبة لقصة مصطفى نصر اللي يعني فيها يعني في مشهد من القصه بيقول جلست بجانبها بين السريرين هذا صوت الرمي التصقت بجسدها دفعتني دفع على جسدي كله بسرير زوجها اهتز السرير اهتز زجاجات الكلوكوز والانابيب الدقيقه. يعني دي ثلاث قصص يعني يربط بينهم تيمه واحده او موتيفه واحده او يوجد بينهم متواصل النواحي العده الا الناحيه الفنيه في جوانب هذه النصوص كلها ترجع الى قدرة الخلق عند الكاتب في كتابة هذه القصة في كتاب قصته. في نهاية هذا اللقاء في نهاية أستطيع أن أقول أنني استمتعت بقراءة هذه المجموعة الكاملة من القصة القصير وأحسست تماما بالوعي التبادل الرامز لقدرة الكاتب على القلق الفني في هذا المجال. وكما ذكرت فإن كل قصة من قصص هذه المجموعة تحتاج بالفعل إلى نقد خاص ورؤية قرائية خاصة بما لها من محمولات فنية وصادقة خاصة أجعلك فعلا تستأسف بهذا الحق. وشكرا. بشكر الأستاذ نقد الكبير الأستاذ شرف بدر يوسف على هذا الطرح وهذه الرؤية النقدية لهذه المجموعة. ولاحظت يعني مدى ما المشترك ما بين الناقدين في تناول نفس القصص تقريبا بل ونفس الاستشهادات في كثير من الأحيان. وإن كان الأستاذ الشوي يعني حاول أن يعقد هذه المقارنة النقدية بين عدد من النصوص التي ظهرت في نفس الموضوع. أنا بشكره جدا وأعتذر سأطلب من الدكتور شريف أن هو يعني يتحدث في مسألة هذه النصوص الثلاث لازلنا ننتظر الدكتور محمد رفيق خليل. أنا أعرف أن لديه التزامات وإن شاء الله يلحق بنا قبل أن تنتهي الندوة. وأقول الكلمة إلى الناقدة إلى المبدعة والناقدة كل شبوة التي أستاذة المنسيات لكي نستمتع بهذه الرؤية النقدية الثالثة. شكرا لحضرتك استاذ مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه للحضور الكريم تحيه طيبه للحضور الكريم. عشان عندي مشكله مع المايكات مش بعرف اظبطها. وتحيه للمنصه اشرف لي التواجد مع اساتذتي ومن حظ الاسكندريه فازت واقتنصت هذا اللقاء مع ادب المهجر ودي نقطه مهمه جدا بشكر الاستاذ مصطفى عليها. أشكر أيضا على المقدمة التي سبقت المجموعة قد ألقت الضوء على الكثير من أدب المهجر بما ساعدني في المضي في قراءتي. سأحاول بقدر الإمكان أن أبتدئ من القراءة مع الأفكار التي تقاطعت فيها مع أساتذتي وأختصرها. أنا أرى في تلك المجموعة أنها بالرغم أن هي ممتلئة بالتقنيات والفنيات وما إلى ذلك إلا أنها أهم ما يميزها هي الأطروحات الفكرية والقضايا التي تتناولها. لذلك حاولت أن أصب دراستي مش عارفة أنا ليه قراءة في مجموعة سحر الحياة للأديب دكتور شريف ميليكا. يقول هيدجر في كتابه الوجود والزمن أنه في حضن ثلاثي الفكر والوجود والمادة
تنشأ أرضية ظاهرة راضية للوعي بالأشياء. فإذا تبع الوهم يتسرب إلى ذلك، وفي ضمن تلك الثلاثية أيضا نشأت مجموعة سحر الحياة التي تركز على موضوعات مثل الهم والقلق، الإثم والهوية، الإيمان، وقبل هؤلاء جميعا الموت الذي يعتبره هيدجر وجودا في حد ذاته. فتلك النصوص القصصية ما هي إلا محاولة للبحث عن الكيمونة والوجود الذهني والزمان والمكان والكيف والعلة عن طريق دراسة الواقع ومشاهداته. مجموعة تطرق بقوة على قضايا مهمة لسالم من التساؤلات التي تدل على أنها قضايا ما زالت معلقة ولم يجد الكاتب لها أي حلول حتى لحظة الكتابة الفعلية. قضايا عايشها ولمسها ولمسها من فعل وتفاعل معها بشكل واقعي وتنازعه ككثير من المغتربين غيره داخليا وظاهريا، يتبخر معها سحر الحياة ويزول داخل الواقع المشوه والوجود القلق. ففي قصة مسافر التي استخدم فيها على نحو خاص ضمير الغائب سيد الضمائر السرية الثلاث، ذلك الذي طوارى خلفه السارق كي يمرر ما يشاء من أفكار وإيديولوجيات وتعليمات وآراء دون أن يبدو تدخله صارخا، تطرح قضية هامة وهي قضية الشرق الطارد والغرب الجاذب والفرد الذي تم إسلبته هنا وهناك، متخذا من القطار رمزا لرحلة حياته الخاصة وسفره وغربته، موظفا النوم في هذه القصة توظيفا فنيا ومنتقلا عبره بالقطار من فضاء مكاني إلى فضاء مكاني آخر، مسقطا الأزمنة والأحداث والأماكن المابينية لهما، ومستغلا قدرة الفن التقنية على تفكيك وتدويب الأزمنة داخل النص الأدبي. متبرئا بالنوم من مسؤولية تحول حياته على هذا النحو بدفع قضائها لطريق مغاير لم يخطط البطل له، رافعا الحرب عن ذاته تماما كما يرفع القلم عن كل مكان. ويرمز القدر هنا بقاطع التداكي على ما استهلك الذي هو ذاته مفتش القطار بالنظرة الساخرة الذي يأمره بالعودة لمكانه والانصياع لمقدراته دون محاولة للحصول على أكوان. ثم تطالعنا في قصة المهرب قضية أخرى وهي الواقع الزائف الذي يضطر المرء للتعايش معه بشكل يجعله يشعر بالازدراء تجاه ذاته وحياته. يصف توماس مان في روايات اعترافات فيليكس كرول المهربين بأنهم رهبان الجنون الذين نبذوا العالم كله. فلطالما كانت تلك الموتيفة جاذبة للكتاب والأدباء وخاصة العالميين منهم أمثال مولير وشكسبير لما بها من محمولات درامية متنوعة وقدرات رمزية وإيحائية واسعة، حتى أنها أصبحت شخصية نامية ومتطورة في كتابات شكسبير المسرحية تاجر البندقية ثم كانت تريدها الليلة الثانية عشر أما الكبير. ولقد أجاد دكتور بليكا استخدام المهرب لعرض فكرته من خلال شخصية بطل الإسقاطي، وهي شخصية ذات محمولات نفسية تعاني من الاضطراب في الحياة الواقعية فتتطرق إلى السلوك الاجتماعي المنحرف والواقع السياسي القبيح والعادات الإنسانية لما فيها من خداع المكذب وحمق يوازي خداع المصاحيق وكذب الضحكات وحمق المهرج على المسرح. ولا تخلو تلك الشخصية من النقد الذي يولد التهكم والفلسفة التي جعلتها تنظر للعالم على أنه مسرح كبير كل من فيه مهرجون وزائفون. أحسن أيضا في تطويع النشرات الإخبارية فجعلها ممثلة للفعل الذي يخلق رد الفعل لدى شخصية البطل ووسيلة لاستنطاق الحقيقة منه وتوضيح ذلك التباين الفردي بين ما يحدث حقيقة في الشرق وما تتداوله ألسنة الغرب بمنظور من يرى صورة الوضوح نظرا لعدم وجوده بداخله. خلق نوع من المؤانسة لسرده لقصة الإفريقي الذي ابتاعته حديقة الحيوان الأمريكية يشاهده رقادها مقابل قطعة ستات، وبمقارنة بين حال ذلك الذي يعامل كحيوان وبين حاله كمهرج فيقع أنه ربما لا يمتهن أحقر منه كما كان يعتقد، فهناك من هو أتعس منه حقا. وبهذا انقسمت أنماط الحكي الفنية داخل قصة المهرج البائزة إلى شكل حكي سردي متواصل كما في قصة الأفريقي أو حاكم ديناميكي مكتنس في محتوى كل خبر من الأخبار التي استمع لها ومسعود وصفي مصور كما في اللقطات التي شاهدها، ويعود ليستخدم الحلم ويخلق به واقعا مستقبليا لما كان من المفترض أن يكون
في قصة ما هي القديم يحتضر التي تناقش مجموعة من القضايا في مقدمتها قضية الإيمان ومآلم ما لا يؤمن بالله بعد الموت، متفكرا من خلال المونولوج الداخلي الطويل في الموت كمفردة وجودية حتمية. فيقول عنه على لسان الشيخ الميت: الموت كخيط صيد ممتد إلى قاع النهر، فصاحب النصيب لا بد وأن يسحب خارجا مهما حاول أن يفلت. ذات الرجل ثم يتماس في نفس القصة مع فكرة السلطوية التي تقول بأن من يملك يحكم. الرجل الأب أو الشيخ في هذه القصة تعامل بطريقتين مختلفتين مع أبنائه، فكان يخص الابن الأب بمعاملة خاصة جعلته يخلق شخصية مغيرة ويفكر في أن يثبت ذاته وأن يتحكم في الآخرين كما تحكم به الأب، ولم يصطحبه كأخواته للموسيقى وللمثلجات ولكذا ولكذا ولكذا. لذلك ولد عنده نوعا من السلطوية وحب التحكم، من يملك يحكم. وتمثل ذلك في امتلاكه للقرى التي أديت إليه، فصار يتحكم في أوقات عابيهم وأماكنهم وما إلى ذلك. أيضا الرمز للحياة الشريط المسجل الذي يدور طرفه سريعا مع البقرة اليسرى بعدما انتقل كله إليها علامة على انتهاء، والذي تبعه موت الرجل كدلالة على اعتباره كذلك الشريط من طرف الحياة إلى طرفها المعاكس. يعني هو كان في آخر موضوع الشريط دوت حط آخر شريط وقعد يلف علامة على انتهاء الأغنية وعلامة أيضا على انتهاء حياة الرب. أما عن قصة سحر الحياة التي تعرض لقضيتين تعادل أهم القضايا المطروحة بتلك المجموعة واخترها على الإطلاق، مشكلات تحتاج لحلول سحرية، ألا وهي قضية الغلبة الدائمة للشمال على الجنوب وهوية أبناء المقر. لذلك فإن البطلة في قصة سحر الحياة تحاول أن تمتلك ذلك الخيال الذي عرفه كولريدج بأنه تلك القوة السحرية التي تكشف عن ذاتها بخلق التوازن أو بالتوفيق بين الصفات المتضادة والمتعارضة عن طريق عالم الحكاية والقصص الخيالية والأساطير. كما تفضل دكتور شريف وقال توكلهم تلك التفاحة السنوية لتغيب عن الواقع وتشبه نفسها بلوكا هاندس التي تحمل بشرة جنوبية ودماء شمالية لتحل مشكلة انتمائها وتصنيفها وتتجنب تبعات الشعور الدائم للجنوب المستضعف بالعداء تجاه الشمال الغيب. ولكن إن كانت مشكلتها المحلية الصغيرة قد تم حلها لأنها من القلة المحظوظة التي تملك تلك البشرة وهذه الدماء، فماذا عن مشكلتها الكبرى التي تناقشها مع ذاتها من خلال مونولوج آخر يتشكل في تساؤل بلا إجابة حول هويتها هي وصديقاتها المون؟ ماذا تكون؟ فتفجر بذلك قضية هوية أهل المهجر، وهي قضية لابد الالتفاف لخطوراتها وتبعاتها ومدى ما تخلقه من تمزق ونزاع في نفس الأبنين الذين ولدوا بالمهجر بصفة خاصة. يعني ما أخص بالذكر في هذه المشكلة من ولد بالمهجر ولم يسافر طواعية الجيل الثاني كما تفضل الأستاذ مصطفى بتوصيفه. فإذا كان آباؤهم قد خرجوا من الوطن الأم وهم يعرفون بطولهم جيدا، فماذا عن هؤلاء الذين ولدوا بالخارج؟ إلى أي بلد يجب أن تنتمي جذورهم الصغيرة؟ هل إلى بلد الجداد أم إلى بلد الآباء؟ وهنا تكمن المعضلة التي يتعامل معها الآباء كل تبع لرؤيته ومشاعره ومدى قوة انتمائه لوطنه من عدمه. وتلك القضية أو الأزمة لمست حضورها بالفعل أثناء مناقشة رواية هولندا لدكتور رطبة لدكتور هالي جابر. هو أديب عراقي المولد وجنسية ألماني جنسية، ودائما نشأ وشاب في الكويت أيضا. هو طرحها برضه وقال إن بنته قالت له السؤال هو بالظبط أنا بنتمي لمين، وهو عجز فعلا عن سؤال عن الإجابة لأنه لا يملك إجابة يقدر عليها. تعيش بطلة قصة سحر الحياة الأسطورة لكنها لا تندح مع نهايتها الخيالية، وإنما تنهيها بشكل أقرب للفكر المعاصر الذي يميل لامتلاك العجيب ذاته لا لتحويل العجيب إلى عادي، وكأنه يعيد كتابة الحكاية الأسطورية بنظرة واقعية. وفي قصة معجزة يمارس المراوحة بين السحر والعلم لحل قضية العجز البشري للوصول إلى حل ناجح تتغلب به البطلة على تشوهها وقصورها البدني الذي هو مقدر أيضا عليه. عيش بلدي باع المؤلف في مناقشة القضايا الدينية وقضية الأقليات بجرأة وصراحة
الحوار الجدلي الذي يبرز الأفكار والاتجاهات والإيديولوجيات ويطرح الرأي والرأي الآخر وينتج الحقائق دون فرضية ودون تدخل المؤلف فيها بشكل مباشر. رقت لي كثيرا جملة النهاية عيش بلدي جاب وأكون من مصر من مصر، فقد جاء كبوء ماء مثلج بعد سطور ملتهبة بالحوارات الشائكة منحني إيحاء بمشاركة الجميع في هذا الرغيف الوطني. في النهاية الحب في زمن مراد فهيم هو عنوان في تناص مع الحب في زمن الكوليرا، بس في شتات ما بين القصتين. تلك القصة التي يناقش فيها المؤلف العبثية الحتمية التي تلازم اجتماع القوة بالأمل الأعلى في غياب الأمل، والتي جسد فيها مراد فهيم هو النفس البشرية مصدر الرغبات والغرائز الذي يعمل وفق مبدأ اللذة ولا يراعي المنطق والأخلاق والواقع، فهو الشر والحيوان والطبيعة الشهوانية التملكية التي ترغب في العيش حرة بلا وضع أخلاقي. وفي المقابل جسدت حبيبة الأمة العليا صورة المرء الأكثر تحفظا وعقلانية، فهي الضمير والمثالية والطوباوية وهي خيالية وليست واقعية، تتجه للتبالي لا للذة، فهي الخير والأخلاق المكتسبة من الدين. فعرض لنا المؤلف ذلك الواقع الفوضوي الذي يحدث عندما يجتمع قطبين النفس البشرية الأكثر تطرفا مع بعضهما البعض في غياب الإيجو أو أنا النفس البشرية المعتدلة الوحيدة التي تستطيع أن توازن بين شيطانية الهوى وملائكية الأنا العليا، مبادرا بفكرته تلك على أهمية نقطة الوسط أو التوازن لتستقيم حياة الإنسان بصفة عامة. تعرف الدوالة والرموز والمعادلات الموضوعية والمحمولات السياسية والنبوءات، وتتألق في قصص أسود قادم، اللص، صدمة، اللاهي، من ديسمبر، التي تعكس موضوعات حيادية وسياسية كان من اللائق تماما تناولها على هذا النحو الرمزي والإيحائي والتآلي. وبصفة عامة فقد اعتمد دكتور مليكا في صياغته الأسلوبية على الخطاب الحواري والمسعود الذاتي المتمثل في المونولوج أو العرض التلقائي للتيار الوعي الذي يتم به استنطاق الذات مباشرة من خلال الذاكرة والتأمل الذاتي والتعبير الشعوري واللا شعوري. كان الوصف في مجموعة سحر الحياة لافتا يتميز بالكلاسيكية الصبر على الأمكنة والأشياء والشخوص والوسائل، فقد وصف الأشخاص بأبعادها الداخلية والخارجية والفضاءات بأسمائها وبهندستها المكانية وصفا مطولا كما عند فلوبير وبلزاك، واقعيا بنظرة إثنوغرافية سياحية. الزمن لدى دكتور مليكا ليس ماضيا وحاضرا ومستقبلا، بل هو زمن متخلخلا يتم تعطيله في مشاغل الوصف وتسريعه عن طريق الحفي والتلخيص واختصاصه بالنوم وتكسير عمود السرد به عبر الاسترجاع. عدلات التناصي مفعلة بامتياز في الحوار، خاصة مع النصوص المقدسة المتمثلة في الإنجيل. تنوعت اللسانات المصرية وأيضا عمل على تشغيل جميع الحواس. هنجد مقاطع صوتية، شغل حاسة السمع، بنجد الشم، بنجد الرؤية في وصف المشاهد وما إلى ذلك. بنجد أيضا تناصر التقنية تناصر الحواس التي أكمل فيها المحسوسة بالملموس وما إلى ذلك في قصة المهرج على ما أعتقد. تم توزيع القوة بين الأقطاب الثلاثة المؤلف والمصر والمتلقي عن طريق اتجاهه للأسلوب التعددي في الضمائر، ففي القصة الواحدة استطاع أن يبعد شبح الأنا المتسلط على الشريط السردي بالانتقال الرشيق لأنت بواسطة التحول من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب، أو أن ينقل السلطة للنص مباشرة عن طريق هو الغوائب. النهايات واعدة بها بوارق الأمل ليست تفتاوية برغم الواقع المغبش، وبعضها متروك للقارئ كي يشارك فيها. لي فقط وقفة سريعة مع بعض الأمور مثل تعبير فراشة رقطاء، حيث أن كلمة رقطاء التي تعني لغويا ذات نقط تم ارتباطها دلاليا بالموت المستتر خلف الجمال في التعبير الأشهر حية الرقطاء، مما أحدث فيها نقلا دلاليا من الجمال المحض إلى الجمال المحيط والمميت. لذلك لم تكن كلمة رقطاء متصقة دلاليا مع الوصف السردي لحالة البطل التي لم يكن بها أي خطر أو تهديد. كما تضمنت تلك القصص بعض العبارات المسكوكة كتراطيل الأمل، تفاؤل الشباب، الموسيقى الصادقة، حتى أن كلمة القطار الموعود تكررت أكثر من 5 مرات على طول الشريط السردي.
وردت بعض العبارات غير المنطقيه كجمله يحلق راسه لما فوق سقف المحطه شهره الارتفاع. لم اجد لتلك العباره اي مخرج غرائبي في سياق السؤال، وبغياب الغرائبيه او العجائبيه فليس من المنطق ان تحلق الراس فوق سقف المحطه، خاصه وانه شهره الارتفاع، ولكن ربما يستقيم المعنى اذا حلق بمنظره او بخياله لا براسه، وبذلك تعد تلك العبارة مجازا فاسدا. وهنا يرفع إبهامه وهو يقول واحد اسكندراني، المنطقية أن يرفع المرء سبابته، أما إبهامه فإنه يعني إما أنه يعني نمط المؤلف الشخصي في الإشارات أو نمط إشاري شاد لفت المؤلف في شخوص بعينها، ولكن غالبا ما يكون هذا في موضع الشرح وليس الطلب. يعني أنا لو أشرح أقول كده رقم 1 رقم 2 رقم 3 بس مش هطلب واقول كده جوه. وكان في شويه دربكه في موضوع الاشارات دي في لغه الجسد، يعني اللي حضرتك عايز توصله ما وصلش بنفس الطريقه. يمكن للقارئ ان يصد بعض الانطباعات الخاصه والارتباطات الشخصيه لدى المؤلف ذاته. ظهر ظهورا ملحوظا وتكررا بشكل لا شعوري داخل المتن السردي كنفوري مثلا من الشعر الممثل والمصفف بعنايه وتنظيم الملحوظ، فقد اقترنت تلك الشخصيات المتسلطة وغير المتقبلة عنده بتلك السنة، وأيضا السنة التي أشار لها إشارات سلبية ونادى أحد شخصياته بالساحرة الشريرة لكونها سمينة جدا، كما أن الحكمة المرتبطة لديه بالشيخ الذي تكرر ظهوره في غير موضع بأكثر من كيفية من مجموعة بقصص مسافر ومهيب قديم يحتضر وعيش بلد. تلك المفردات الثلاث هي تخص الكاتب ذاته ويظهر فيها. واخيرا شكرا لهؤلاء الذين تتحول ارواحهم لاصناف تحتضن يقوطة الوطن اينما تولوا فهم داخلها. اليك دكتور شريف اقول بل هكذا يستقبلك وطنك بالاحتفاء والتوقير والتقدير لابداعك، فالقابل على عروبتي وهويتي ولغتي في الغربه كالقابل على الجبر. واليكم ايها الافاضل كل التحيه والشكر والسلام. على ان يتركوا
كل التزاماتهم لكي يحضروا مثل هذه الجلسة. يعني على الفور أفتح باب المناقشة، لا قبل أن أفتح باب المناقشة سأستمع الدكتور شريف مديكا معلقا على مسألة التناص في بين هذه الأعمال ومسألة المقاربة أو المقارنة بين قصصه وبين يوسف الدوسي ومصطفى الناصر. عايز يتكلم عن التخصص يعني التخصص اسمه عندنا لسه. خلينا نتكلم الاول احنا نتكلم حاضر احنا الاول عشان في جو بس لازمنا في على قاعده النقد وبعد ذلك ننتقل منها الى الموضوع لان من حقكم على فكره لان الموضوع اسمه بين الابداع في الادب والابداع في علاج الالم فهو هذه مساله لن نخفلها. اتفضل. شكرا. وكلماتكم الحقيقه يعني اغرقتني بعطفها وبحسنها واضافت الي معاني كثيره في قراءتي او قراءتكم انتم لنص انا كتبته فرأيت قراءته عن طريق كلامكم. انا بقول لكل الناس مش ففعلا يعني انبساط جميلة واتمنى انها استحقها يعني. بالنسبه لموضوع يوسف ادريس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. انا طبعا من عشاق يوسف ادريس لكن عايز اقول ان مجموعه بيت لحم قدمها الدكتور طه حسين كتب لها المقدمه وفيها طلب من الدكتور يوسف ادريس طلبين. اولا ان هو يستمر في عمله كطبيب حتى يتسنى له ان يكتب عن مرضاه او علاقاته الانسانيه بمرضاه فيضيف الى ادب ودي حاجه ما استجابش ليها يوسف ادريس. حاجه ثانيه لطلبها منه ان يكتب الحوارات باللغه العاميه وفي برضه باللغه الفصحى هو بيكتب باللغه العاميه وطلب منه ان يكتب الحوارات باللغه الفصحى وبرضه ما استجابش ليها يوسف ادريس. ده اللي هياخدني لعلاج الالم. انا تصورت ان علاج الالم هو الباب اللي دخلت منه الى الكتابه لان الحقيقه المريض الم المزمن بيجي قدامي ويقعد قدامي ويسكب روحه والامه وشكواه وبيجدني الملاذ الذي القشه التي يتعلق او الخشبه التي يتعلق بها قبل ان يغرق. خلاص اخر حاجه المركب وقعت والعين في البحر مش عارف يجد وسيله للنجاه فبيتعلق بساعدي مثلا لو كان هو ساعدي الخشب العين على وشه فده يعني اداني خبرات انسانيه غير محدوده. طبعا انا يعني اكتسبت خبرات طويله عن طريق القراءه من طول عمري بعشق القراءه وفي بيتنا هنا في اسكندريه في مكتبه وكنت بتشرف ان انا اجي في الصيف واول حاجه بتوجه لغرفه الصالون المغلقه علينا وخصوصا كاطفال واتسلل وافتح المكتبه واخذ اي كتابا لامي او خالي او لجدي واقرا فيه في اثناء انتظار الغداء او العشاء او بعد العوده من البحر او بكتبه ولا لا بتقعد بالكوم يعني بالكوم الخبره الانسانيه اللي استفدت بيها في لقاءاتي بمرضى الالام المزمنه
كانت المدخل اللي دفعني للتعبير عن المشاعر الإنسانية دي على الورق. كنت باقد فيه كمان متنفس لإخراج هذا الخضم من المشاعر المتدفقة في خلال اليوم كله، اليوم الطويل، لأجد لنفسي راحة وأخرج هذه المشاعر المتكالبة من صدري وأضعها على الورق فأنفصل عنها فأستريح. ف يعني علاج الألم أنا شايفه أنه مرتبط ارتباط وثيق بقراري الكتابة، وإن كنت لم أتخذ هذا القرار ولكنه اتخذ نفسه إلى قلبي وإلى عقلي وبدأت أكتب. أنا شايف أن لو الدكتور يوسف الديس كان سمع لكلام طه حسين كان بقى شأنه أعظم، ولو أن طبعا هو شأنه عظيم على كل الأحوال، لكن أعتقد أنه كان هيبدع إبداعات كنا سنستمتع بها أكثر وأكثر. وهي عموما يعني غلطة المصريين كلهم، إحنا ما سمعناش كلام طه حسين كفاية. لو كنا سمعنا كلام طه حسين في شتى المناحي اللي فكر فيها، أو لو كنا سمعنا كلام توفيق حكيم كان شأننا كان سيكون أكثر إشراقا، وكان موقعنا سيكون أكثر تألقا. بالنسبة بقى لعلاج الألم، هو علاج الألم تخصص جديد بالنسبة لي، لأن الفارق إن المريض يعالج من الألم حسب المكان اللي الألم جاي منه. فلو عنده ألم مثلا في أنفه أو في حنجرته بيروح لدكتور أنف وأذن وحنجرة. لو عنده ألم بسبب كسر مثلا في ساقه أو في عموده الفقري بيروح لدكتور عظام أو دكتور في متخصص أمراض العمود الفقري وهكذا. لكن وجدنا إن في مرضى كتير بيسلكوا هذا، ولكن الألم بتستمر بالرغم من اتخاذ مثلا إجراءات جراحية أو أدوية ما أو حاجات زي كده، وبيستمر الألم. ووجدنا إن إحنا لا نعرف الكثير عن أسباب الألم وطرق العلاج وتشخيص الآلام بدقة تدعونا إلى اتخاذ العلاج الناجع وشفائه. فبدأ أطباء من مختلف الاختصاصات في النظر إلى الألم كمرض مش كعادة. لا، الحاله دي ده كان الاتجاه السائد. يعني الدكتور لما يجيله مريض عنده شكوى معينه ويعالجها بالطريقه اللي هو عارفها اللي يقدر يشتغل ان هو ده سبب المشكله والمريض ما يتحسنش، يقول له انت عندك حاله نفسيه، فيروح للسايكايتريست او للطبيب النفسي ويشوف يقول انت ما عندكش حاجه نفسيه اقدر اساعدك فيه، يرجع تاني للطبيب تاني ويروح للطبيب تاني يقول لا انت عندك حاجه تانيه الدكتور الاولاني ما شالهاش فنشيل لك حاجه كمان، ويفضل المريض يلف في دوامه. لان احنا القصور من عندنا، احنا مش عارفين نشخص، لان احنا مش دكاتره كويسين، احنا ما درسناش الالم في حد ذاته. فلما ابتدينا نتخصص ونرى ان الالم ده يصيب عدد كبير جدا من الناس، والالم المزمن يعني ظاهره قوميه وظاهره عالميه بتكلف الدول بلايين من او مليارات من
الإنسان وبتدمر حياته الوظيفية وبتدمر الدخل اللي بيدخل ليه وبتدمر أسر. حاجات كتيرة بتحصل للمريض اللي ما بيتعالجش. يعني ممكن حضرتك لو تتخيل لو عندك صداع جامد جدا لمدة ساعتين بيبقى حالتك عامله ازاي؟ تخيل بقى لو عندك صداع شمس صداع جامد جدا لمدة سنتين. فده بيؤدي الى عواقب اوخم وبيدمر حياه الاسره وبيمتنع المريض عن العمل فبيضطر يروح والانتاج بيقل في المشاكل. فيعني قدرت المسائل في بدقه وصدرت احصائيات بتقول ان مثلا في الولايات المتحده بتكلف دوله مثلا 40 مليار دولار كل سنه كل عام. فيعني مساله مهمه. فبدا الاهتمام بالموضوع ده وابتدت الناس تتخصص بقى في دراسه الالم واسبابه والفسيولوجي بتاعه الباثولوجي اللي بيحصل بسببه. واكتشفنا ان معظم الحالات اللي عندها الام مزمنه تكون سببها عدم الدقه في التشخيص. فبدانا يعني نتعلم ازاي نشخص العلاج وما نرميش الكره الى حجر المريض من جديد ونقول له انت المشكله فيه وانت اللي عندك حاله نفسيه وعشان كده الالم مش عايز يروح بالرغم ان انا عملت لك العمليه الفلانيه وشلت لك الضرس الفلاني والالم مستمر. فده يعني الموجز لرحله الالم. انا شايف ان الخطين المتوازيين دول الذين يبدوان كانهما خطين متوازيان لكنهما في الحقيقه هم خط واحد لان علاج الالم هو ابتكار هو فن ابداعي وده اللي بيخلي أو بيوجد الفرق بين طبيب ناجح بينجح في التشخيص والعلاج وطبيب آخر مر عليه نفس المريض فشل في علاجه. ف يعني ما هماش بعاد عن بعض كتير. فالحقيقة يعني ده كان يعني دافع ليا إن أنا أستمتع أكتر بعملي وشخصيتي الموازية ككاتب وفي الحالتين أعلم الألام على قد ما أقدر. يعني ممكن نقول الألم يخلق الإبداع. ده أكيد يعني مقولة سليمة مير. يعني احنا عندنا اساتذه دلوقتي لا نصدقهم ما عايزين بس نقدر نوصل للناس اللي طيب احنا بعد اذنك هو لازم نقدم عندنا اساتذه النهارده في كليه الطب في اسكندريه مثلا يقول ان هو متخصص في الالام وبعدين يجيب جمله اعتراضيه كده يقول بدون كورتيزون. يعني هو بيحط تحت جيبه خط. انا اعرف انه كان مثلا لما يجيني هنا الوطن معايا يروح مدير حقنة كورتيزون كعب يعني حقنة كورتيزون. فهل حضرتك العلم الجديد اللي حضروا عليه علاج الالم خالي من الكورتيزون؟ لا مفيش حاجه يعني مفيش حاجه. عايزين نقول ان اللي بيتكلم هو الدكتور حسن الغربي وعايزين نقول ان هو بيسال في تفصيله تقنيه شويه لان خلال تجربه شخصيه معاه هو حوالين استخدام الكورتيزون او وصف الطبيب بالكورتيزون العلاجي والخوف منه يعني ودي مساله في مصر الحقيقه في علاج الالم ودي في مصر المساله اللي نجد متخصصين واطباء لما الطبيب يوصف له نفس الشيء فبيصاب بالالم. فعايزين يعني انا زي ما قلت لحضرتك اهم
في علاج الألم هي التشخيص. ففي استسهال عند البعض ان انت عندك وجع في الحته دي فدي رقم في الحته دي وعندك وجع في الحته دي وبعد كده ف يعني لو الطبيب المتخصص في علاج الالم يبحث في سبب الالم اللي بتعاني منه هيجد الحل الامثل لمثل هذه الحاله. يعني مثلا على سبيل المثال عندك وجع في كعبك ممكن ده يكون عندك نتوء عظمي شوك عظميه شوك عظمي عامله لك ضغط على لا مش عظمي في حاجه اسمها بلانتو فاشيا دي عباره عن الياف يعني ربنا خليها في رجلينا علشان نحافظ على الارتش التقويس بتاع القدم علشان تقلك لما ينزل على رجلك دي تعتبر ربنا خلينا عاملين كده مقوسين وعامل اربطه بتساعد على ان القدم يبقى شكلها لما بيحصل نتوء من كتر الشد لسنوات طويله او زياده وزن او حاجات زي كده العظم بيتشد مع الفاشيه دي المجموعه الالياف فبيخرج لبره ولما بيخرج لبره النتوء ده تضغط عليه فالعلاج الاساسي ان انت تشد البلانتر فاشل. فالعلاج البسيط اللي بيخطر على البال زي ما قلت لحضرتك اول حاجه دكتور يعني بيستسهل انت عندك وجع ايه؟ كورتيزون. لكن هل الكورتيزون ده لا ما هو هيرجع تاني فالحل هو انك تعالج المشكله سبب المشكله هي لازم تخس لازم تعمل مساج او علاج طبيعي او تلبس استعاده ايوه لرفع الضغط عن الالياف دي بحيث ان انت ممكن تلبس مثلا جزمه فيها ارش فيها لازمه طبيه تقليص لازمه طبيه مخصوص او الجزم اللي هي الاحدث في السنيكرز والجزم الرياضيه بيكون فيها داخلها تقليص او تشتري فرشه فيها تقليص تشد الالياف وبالوقت بيروح ما كده حضرتك معلش برضه اصل مريض طويل الامد يعني انا هبعت لك فاتورة نعم هو انا لا والله ده سؤالي هيمكن ينفع الجميع والله قبل حضرتك النهارده تبقى متخصص في كل الامراض عشان تقدر تحدد سبب الالم من الركبة لا انا متخصص في الالم بس ما هو ما اقصدش يعني مطلع على كل لازم على كل التخصصات علشان خاطر نوصل لازم واحد عنده المعده واحد عنده بالظبط صدره وعنده ربته عندها مثلا في الصدر يعني انا عندي كذا مريض عنده الم في صدره كان يعتقد ان هو بسبب القلب يروح لدكتور القلب يعملوا كل التحاليل ما عندكش حاجه يروح لدكتور الحظ يشوف الريبس الضلوع مفيش حاجه مفيش كسور مفيش التهابات في الاخر يقولوا روح لدكتور عيال. فانا بشوف برضو بلاقي كثير من الاحيان حاجه مش موجوده ما حدش فحصها مثلا بلاقي عنده نتوء او بلوز في احد الغضاريف في الصدر العمود الفقري الصدري ده ظاهر على العصب والعصب رايح للسندروم وده بيسبب له الم والالم ده بيبقى مع الرياضه او الوضع الجسمي في حاله انتواء فبيضغط العصب اكتر فالدكتور بيخاف ان هو ده بيعمل لما بيعمل اكسرسايز بيجي له الالم فاذا ده قلبه طب ما قلبه سليم احنا عملنا كل الفحوص وما لقيناش حاجه في القلب فالأهم حاجة بنجدها إن إحنا في تشخيص ما
ما توصلناش اليه عشان كده المريض عنده وقت. بعد مرحله التشخيص السليم بنبتدي العلاج الموجه للسبب. شكرا. مفيش فطور ولا حاجه. انا عايز اقول لكم الدولار، انا عايز اقول لكم ان انا الحقيقه محظوظ لاني في خلال اكتوبر اللي فات صحيت الدكتور شريف الى معهد مصر، وزاره الصحه كانت استدعيته طبعا على مر نوع من في برنامج اسمه طيور الطب المهاجره، استدعوه عشان يجي يتبرع او يتطوع بعلاج هذا التخصص، يعني يمارس هذا التخصص بالذات بالنسبه للمصريين من غير القادرين على دفع لا تكاليف عمليات ولا للسفر للخارج. فصحيته في معهد ناصر، ولكن يعني المهم ورايت كيف يتعامل شريف بليكا مع الاطباء من كبار المتخصصين في هذا المجال في مصر، كيف كانوا يزورون غير القلب في البدايه، يعني احدهم مثلا كان حاسس ان انتوا جايبين لنا خليل، يعني ان هو عشان عمل البحر وراح هناك ورجع تاني فهيبقى هيتأسس علينا في اول لحظه، وده الحقيقه هذه لحظه لن انساها ابدا. بعد ذلك كيف تحولت هذه النظره الى اعجاب شديد واعتراف بالاستاذيه وبالعلم، ولغايه باب الطياره الناس بتصاحبه في هذه الرحله. هذه مساله تعامله مع المرضى كيف كان، يعني الحقيقة شريف مليكا رفض أن يعالج مليونيرا في هذه الرحلة، قال لهم لا أنا جاي عليك الفقراء من غير القدر، هو يقدر يجي أمريكا إلى هناك أو إن هو يتبرع على المستشفى بقيمة العملية بقيمة الأجهزة والمشي. هذه المواقف لا يمكن أن تصدر إلا عن إنسان واعي جدا بقيمته أولا وبقيمة عمله، ثانيا انا ما اعرفش غير يوميا بس ان العمليه الواحده اللي عملها بتتعمل في امريكا ب 20,000 دولار هو كان بيعالج حوالي 30 او 40 حاله في اليوم، وربما في الايام الاخيره 70 حاله في اليوم. الناس مش فاهمه اهميه هذا، لان كلهم مصاب ناس غير يعني لا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا من يعني المستوى الواقع زي ما احنا بنقول في المجتمع ثقافيا وماديا وكل شيء، وكان هو سعيد جدا معهم وكان يتحمل ردود افعالهم السخيفه احيانا وغير الفهيمه احيانا، واحيانا يسال حد طب انت حاسس بالالم بيجي امتى مش عارف. واحده من المرضى جايه وكان معاها زوجها رفض، يعني رفض ان هي يكشف عليها، عايز يكشف بعيد كده يعني يبص كده ويقول اسمعوا بس. فكان عجبني جدا الرد، انا مش هعالج خلاص خلص الموضوع. فكانت النتيجه ان هي جوزها قال لها يا سامح سلاحي ده موقف شويه يعني. انا اول ما سجلت جميع هذه الحلقات بالصوره طبعا والصوت يعني المعلومات موجوده في ذهني، لكن لم انشرها لان مدير المستشفى ومدير المعهد قال لي انا كنت فاهم ده طبيا، يعني قال لي هذه الحالات لا يجب ان تفضح او تنشر، يعني النشر الحقيقه يكرر في هذه المساله. فانا احترمت ده جدا، لكني سعيت اني شفت جانب اخر من جوانب حياه المبدع اللي انا على فكره متبني لشريف مليكا، اذا هو يرفض ده موضوع ثاني، انا الكوتش بتاعه يعني. فهذا الرجل انا شايف حياته يعني شايف بيته بشكله ايه في امريكا، شايف بيستقبل الناس ازاي، شايف ليك فين، شايف المستشفى بيروحها امتى، وبتفرج على عليه يعني داخل المستشفى مع سكرتيرته لما بتيجي بتتكلم عن تعامل حتى المرضى معاه، ولما بيكون عندها مشكله بيحلها ازاي، لما بيجي عايز يقفل عيار عشان يجي هنا بيعمل ايه عشان يبتدي يعمل مواعيد جديده او يلغي او يعتذر او شيء من هذا القبيل. فهذه اللحظات اللي شفتها من مصري جاء لكي يخدم وطنه ولكي يقدم خبرته بالمجال لبلده، دي كانت من الحاجات اللي لا يمكن ان انا انساها، واللي تؤكد لي مدى او ما لهذا الرجل من انسانيه ومن محبه لهذا البلد. شريف مليكا زي ما قلت لك بالكوتش بلاك تاني هو موجود كويس قوي هناك، يعني بيعرف يتكلم معاهم كويس، لكنه لا يتكلم مفيش كلمه بتتصرف في حوار بلغه تجريبيه ولا بيعرف لسانه يتكلم انجليزي امريكي مثلا او اشياء من هذا القبيل.
زي ما اي شاب بيسافر ويرجع مش عارفين نتكلم فهذه هي العظمه الحقيقه وهذا النص الحقيقي وهذه هي الاسكندريه القادره على ان يعني تقدم هذه النماذج العظيمه اللي منها سؤال اخي مصطفى لو سمحت انا بحس لما الدكتور شريف عبدين اتكلم وجاب امثله وكذلك الاستاذ شاور بالي يوسف ان في تشابك ما بين حياتك الطبيه وحياتك الابداعيه يعني الى اي مدى تقر بوجود هذا التشابك في تلك الكتابات الابداعيه ما بين قصه وروايه انا اعتقد ان انا يعني جاوبت على الرواسه لما قال ان هو الابداع هو أن تخلق شيئا من لا شيء يعني أنت عندك معطيات كل المعطيات دي موجودة قدام كل الناس المبدع يعني نجيب محفوظ قال في إحدى قصص القصيرة خمارة القط الأسود قال من منكم بلا حكاية أيها الأوغاد كلنا عندنا حكايات المبدع هو الذي يستطيع ان يصوغ تلك الحكايه على ورقه انا لا امتاز عن اي حد من الموجودين هنا في اي حاجه العلاج المرضى نفس الحكايه ما هو العيان اللي جاي ده شاف قبل كده 10 دكاتره لا انا بقول يعني ده بقى في الكتابه لا انا عملت في الكتابه عملت ان انا ما اكتبش عن المرضى المرضى بيتسللوا طبعا الى كتاباتي لكن مش كمرضى لكن اصل ده اللي عمله يوسف الليس انا ما يعني ما كانش عاجبني لان حاسس ان ده استغلال لضعف انسان واثق فيه بس مصطفى لما اتكلم نبهنا الى ان مدير المستشفى قال له لا ما تنشرش. هو لا تنخش في الابداع لو قريت في التجريم تجريم لكن في حاله الابداع اعتقد ان الامر مختلف. ايوه طبعا يعني انت لو قريت لغه الاي اي بيتكلم عن مريض سرطان وجي قاعد عنده في البيت وجاي من البلد وهكذا يعني في علاقه بين الطبيب والمريض وهو بصفته طبيب هنعرف ان دي قصه حقيقيه او يعني حاجه شبيهه حصلت للراجل ده. انا بحس ان ده اقتحام مني لحياه انسان لان الناس عارفه ان انا طبيب. صحيح. فلو كتبت عن مريض هبقى بكتب عن او على الاقل معظم اللي هيقرا هيتخيل ان ده مريض حقيقي وانا بحكي قصته فده انا شايف حتى لو ما كتبتش طبعا هو يوسف الليس ما قالش الراجل ده اسمه فلان الفلاني وانا ساكن في الحته الفلانيه فيعني هيقدر يخفيها يعني طبعا لكن انا يعني ما زلت مصر ان ده اقحام مني لحياه او خصوصيه انسان وثق فيا واعرضها على الورق لكن انا في شخصيات كتير جدا في المجموعة دي وفي رواياتي شخصيات حقيقية قابلتهم في العيادة أو في المستشفى و من الحكي استلهمت أو وضعتهم في الروايات لكن مش بأساميهم ومش بمرضهم يعني بحيادية حيادية تامة وما فيش علاقة الطبيب والمريض لا دوم فده اختيار انا في يعني اصدقاء يعني اكبرهم جدا واحترم رايهم طلبوا مني ان انا اكتب كده يعني اعمل زي مثلا مجموعه خصوصيه عن بعض المرضى كل واحد بقصه قصه مختلفه او باسلوب مختلف انا ما حبيتش كده يعني.
شكرا اول على حضورك دكتور، انا مبسوط جدا بشوفتك. مالوش اسم، اسمي هيبقى زي العيل الصغير اللي بيحكي قدامه يعني، بس مش مشكله يعني، ما دام انه اتقال من استاذ احمد فضل شمرون فهو يعني زينه له. اشكر الدكتور شريف على الابداع والتزاوج العظيم اللي عمله ما بين المفاهيم وما بين الروايه. الاستاذ شوقي اجى فعلا فعلا مشك النهر الهادي مع تقنيات السرد، اللمسات الانطولوجيه اللطيفه اللي اطلقها الاستاذه ايمان الزياد كالعاده. ممكن انا يعني اعجب جدا بكتابات الاطباء، لان انا بعتقد شخصيا انه الطبيب بدون اقحام لمهنته في الابداع والادب، لانه الادب هو عباره عن كيان انساني مستقل، لكن الطب كمهنه على وجه الخصوص ووضع على الضروره يجعل الطبيب يكون بوعي بالجسد، ولذلك وذلك الوعي ينقله لوعي بالذات الانسانيه. ولذلك ممكن نجد كثير من الاطباء ومن الادباء على يعني عفوا لهم خلفيات مهنيه طبيه، وده شيء صراحه يثير النهم في نفس القارئ انه يعرف كيف استطاع، خاصة لما يكون الكاتب مبدع طبيب وأبدع في الأدب، لذلك يكون لها ثيمة مميزة جدا. ويمكن يعني سؤالي ممكن أبغى أسأله للدكتور عن قاموسه، يعني ممكن اكتشف من الأستاذ مصطفى البيئة اللغوية اللي ممكن عايش فيها الدكتور، وده يمكن تحدي كبير جدا لي، فعاوز أعرف القاموس الدكتور بيقدر ينسج منه كل الكلام الجميل اللي قدر اللي دينا سمعنا، لو قاموس مش سهل. العزلة اللغوية اللي أنت فيها دكتور تستطيع ان تخرج منها ازاي؟ واشكركم مره ثانيه وسعيد جدا. الحقيقه كلامك اكثر من قريب لنفسي، لاني كما قال الدكتور مصطفى احيا بامريكا منذ عام 1984 ومتزوج من أمريكية وعندي ولد وبنت ما بيعرفوش عربي، فكل حياتي في المستشفى في العمل في البيت محتاج سبتايتلز، محتاج ترجمة عربية تحت صدر الشاشة علشان أقدر يعني فيه. لكن أنا جرعتي من المصرية عالية جدا، ربنا خصني بكم من العشق لهذا البلد، جعلت زوجتي تمصرت أكثر ما تأمرت. وزي ما قلت برضه قبل كده، أنا بعشق القراءة وبعشق نجيب محفوظ وبعشق ميس فيتوس وبعشق توفيق حكيم طبعا، وقريت يعني اعتقد اني قريت كل ما كتبه، وبعد ما كتبوه قراته مرات ومرات ومرات، يعني مثلا حرافيش نجيب محفوظ قريتها مثلا على الاقل 12 مره، يمكن سنويا كده بحج اليها وانهل من عظمتها. فاعتقد ان ده ساعدني، لكن زي ما الأستاذ إيمان لاحظ إن في أخطاء لغوية أنا بعترف بيها، وده يعني مش حجة مني، لكن بجاهد من أجل التغلب عليها. ولكن في منظومة جميلة في عالم الغرب، وهي منظومة المراجع الأديتور. مفيش دار نشر تقدر تشتغل في اي حته في امريكا، في اوروبا، في استراليا، في اي حته في العالم الغربي من غير اديتور. الاديتور مش وظيفته التشكيل وتصحيح الجمل وتركيبها او تصحيح الجرامر او الاعراب او وضع الكلام مع بعضه، الحاجات دي مش ده وظيفته الاديتور، بس دي احدى وظائفه. لكن الاديتور كمان بيشتغل على النص نفسه والتيمبو الايقاع بتاع النص والجمل الطويله او القصيره، وبيبدي ملاحظات ومراجعات
سريعة جدا بتجعل التعبير يوظف لخدمة العمل وبينقح في أفضل صورة لإيضاء وجهة نظر الكاتب. يعني الكاتب مش شغلته ان هو يكون احسن واحد مثلا لغويا، لكن احسن واحد تعبيريا. لازم يكون عنده احسن واحد عنده فكر. فالشكل الاخراجي ده وظيفه حد تاني. احنا للاسف ما عندناش الحكايه دي بصوره قويه. المصريه الابداليه عندهم الاديتور الصراحه. ايوه بس الاديتور ده بيشتغل كده ولا بيصلح الغلطات زي ما حضرتك قلت بالظبط. وكان زميلنا مصطفى مصر لما طلع عيون الاسكندريه كان الاديتور ده معاه باستمرار يقول له لا خلي بالك في تكرار لشخصيه، في يعني ايه مش عمليه اعراب وجرامر، لا يعني كان فعلا في نقاش بينه وبين الاديتور اللي هو بتاع المصريه اللبنانيه. انا عايز اقول بس ان احنا فعلا الندوه وقتها هنعمل السؤال وخلاص دقيقه من كل مشترك في الندوه لان لازم احترم المكان. لا بس يعني بقدم تحية حب خاصة لكل السادة الجالسين على المنصة، وبخص طبعا الدكتور الجراح العالمي بقول له ابداع في الادب بالورقة والقلم، وابداع في الطب بالعلم والفكر لعلاج الألم في كل مجال. انت منارة وحضارة وعلم رافع اسم مصر في كل مكان حتى في امريكا. صيتك وشهرتك لحن موسيقي يعزف نغم ومزيكا، والليلة كل المبدعين والمثقفين جايين للتعبير عن حبهم فيك. ودي تحية وانت وتقدير مع باقة ورد بقدمها ليك. كل الشكر والحب للجراح العالمي والأديب المبدع الأستاذ الدكتور شريف مليكا. يعني من اليمين الى اليسار. انا شايفه طبعا ان كل القصص تناولها الاساتذه الكبار بالنقد، مفيش داعي ان انا اكرر. بس انا شايفه هو اختلاف الدكتور شريف مليكة في قصصه، لان الافكار زي ما بتقول ممكن يكون غيره كمان تناولها. هو تناولها بمنطق جديد وغريب، منطق المهاجر، ودي كانت نقطه مهمه جدا. يعني وعشان كده يمكن الاستاذ مصطفى في كتابه في المقدمه بتاعته تناول النقطه دي، لان احنا مثلا كلنا عارفين في كتاب مثلا لزكي نجيب محمود عن بيقول ايه ان الشرق فنان. الشرق فنان. ايوه فهو دي نقطة مهمة وفلسفية مهمة وتنطبع وبتبان في الكتابة بتاعتهم المهاجرين، لأن الغرب إذا كان بيستند إلى العقل فقط أو الشرق بيستند إلى العاطفة والوجدان والتصوف والدين، لكن برضو نفس الحاجة، لأن برضو في الدول المتقدمة لما بيكون الوعي الاقتصادي أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي مستريح بيحس إن هم محتاجين برضو للوجدان وبيتفوقوا فيه وكده. فدي نقطة مهمة اللي يعني بأشكر حضراتكم النهاردة على إنكم جبتوا لنا الدكتور مليكة، لأنه قدم نموذج جديد علينا كيف يكتب المهاجر، يعني كيف يكتب وهو وخاصة إن هو متأثر جدا بالشرق، وده واضح في المسافر، يعني مش قادر يفصل في كل يمكن كتاباته الشرق يبرز ومش قادر ينفصل. ودي مسألة مهمة جدا فيه كمهاجر متميز انه قدر يخلط ازاي بين الغرب وبين الشرق. فانا بحييكم طبعا بحيي المنصة الإعلامية. كنا بنكتشف عالم شريف مليكة النهارده من خلال هذه المجموعه، او بنكتشفها من خلال كونه سارد او كاتب القصه القصيره. فانا الحقيقه بدعو لقراءه مثلا مريم والرجال. اهم ما فيها انها قراءه لما يحدث في المجتمع المصري الان بعد 2011 تحديدا. ومش عايز اقول اكثر من كده. دي من ناحية تانية. أنا شخصياً
انسان مسلم انا ما اعرفش حياه الاطباء اللي في البيوت الاسريه، ما اعرفش معاناتهم يعني في حياتهم في الحياه الاجتماعيه وفي الحياه العائليه بتتم ازاي، ما اعرفش علاقتهم مع الاخر بتكون ازاي. يعني هذا كتب بمنتهى البراعه في مريم ورجال كما قدم يعني بعض تجليات منه في بعض قصص هذه المجموعه، واظن انها في واضحه اكثر في قصه عيش عيش عيش، دي شيء بديع. يعني كيف يمكن ان يحدث في البيت المسيحي عندما ياتي رجل الدين اليه كل واحد عايز منه ايه، وبالذات لما يكون في المحضر مش لما يكون هنا. الحقيقه شريف مليكة يقرا، شريف مليكة كاتب يعني مهم، يعني استطاع ان يقدم شكل فني يعني يجمع بين الكتابه الراسخه والكتابه المجدده، والدليل ما قاله الدكتور شريف عبدين في قراءته، وما قاله ايضا الاستاذ شوقي بدر يوسف، وما لمسته في جانب اكبر منه في مساله المضامين الاستاذ ايمان. دكتور شريف حد سمعنا يعني تعليقك في كلمة أخيرة بقى. كلمة في شوف أنا بس عشان في طيب الإخوة المداخلات. أنا كنت عايز أقول رأيي. رؤية مغايرة لما قيل. أنا في قصة المسافر نجد شيئا أنا قد رأيته كمبدع، وهو المتاعب والصعاب التي يقابلها الشباب في مصر، وبالتالي تمثلت هذه الصعاب في الشيخ الذي منعهم من الخروج لكي يرى سائق القطار، والذي لا يوجد أساسا سائق، وكان أسمع المؤلف يقول أن الشباب في هذا العصر لا يوجد من يوجههم، لا يوجد من يقودهم إلى الطريق، وفي الوقت ذاته هم مطلوب منهم أن يتحركوا من أماكنهم إلى أماكن أخرى لإيجاد عمل، وهذا العمل في منتهى الصعوبة لدرجة أنه لم يجده، وبالتالي اضطروا فوجئ بوجود نفسه في نيويورك. هذه رؤية سريعة لهذه النقطة. النقطة الثانية في قصة ميت يحتضن، هو كما قال الأستاذ شوقي بدر يوسف هو حلم اشتياق إلى الماضي، اشتياق إلى مكان، وليس مجرد صورة إبداعية كتبها المؤلف. ونجي إلى قصة الدكتور مراد، وهنا نجد الحقيقة أو الصراع ما بين الشرق والغرب، أو ما بين الواقع والحقيقة والزيف والنفاق وما إليه. فهذا الرجل الذي هاجر إلى المكان الجديد يجد نفسه في مقابلة صريحة وواضحة مع أو في صراع صامت ما بين الزيف وما بين النفاق وما بين حقيقته. هو كإنسان، هو كإنسان لم يقل أنني ملاك، ولم يقل أنني ميتافيزيقا أو أي كلام، ولكنه يقول أنا إنسان لي عيوبي، ومن عيوبي عيبي الوحيد أنني أنظر إلى الإنسان. وأما ما كل محاولي من زوجاتي وأهلها، فهنا كانت المجموعة كلها لو أمسكناها أو ربطنا ما بين قصصها سنجد فيها شيئا واحدا يربطها جميعا، وهو هجرة هذا الرجل النفسية أولا قبل أن تكون الجسدية من مكان إلى مكان آخر، ثم صراعه مع هذا المكان بما فيه من نفاق وبما فيه من صراعات بشرقيته هو وبأصليته وبحقيقته الموجودة. شكرا جزيلا. هي طبعا أنا لمست التقنيات الإبداعية، وزي ما قلت التخيل هو الدكتور مليكة بيتكئ على التخيل في الكتابة الإبداعية. أنا قريت مثلا كنت محضر قراية القصة بتاعت أسود قاتل معجزة، لأن الاثنين فيهم تشابه من ناحية التأويل الشرطي، إنما طبعا الوقت ما سمحش. أنا أتمنى زي ما قال الأستاذ شوقي بدر
ان فعلا كل قصة تاخد مجالها او تاخد استحقاقها من القراية والتمحيط والتحليل. وبتمنى ان انا اشوف المزيد من الاعمال في القصة القصيرة بالتحديد، لان هو له رؤية مميزة ورؤية خاصة جدا، وانا بصراحة انبهرت بيها. انا متوقعتش ابدا انه يكتب بالتقنيات، يعني انا كنت بتخيل كتابة واقعية. طبعا فالف مبروك. شكرا دكتور شريف. ونسمع الاستاذ شوقي بدرس. الحقيقه انا طبعا الورقه اللي انا كتبتها كانت منطلق ان في كتابه اختلاف بين الدكتور شريف اللي كان بيكتب نص مختلف عما قراناه من نصوص، عشان كده ركزت كل جهدي في الكلام على كتابه الاختلاف او اختلاف الكتابه. ده فعلا متواجد في معظم القصص، ولكن انا ركزت في الاخر على قصه واحده اللي هي قصه الرجل الذي يعتقد، من خلال رصد مقارنه او محاوله مقارنه مع قصص اخرى من نفس التيم او نفس المدير. استاذه ايمان. يعني انا بس في جزئيه معينه عايزه احددها، ان احنا في شغلنا المحلي حتى ان هو في كتاباتنا بنطلع من الكتب اكتر من كده بكتير، واللي دوت على مستوى كتابه المهجر ده مستواه عالي جدا على كل المقاييس. انا لما اتعرض في الوقفات اللي وقفتها للنحو او اللغه، انا مش متخصصه فيه، الجزئيات فقط اللي انا اشرت عليها هي ايه؟ يعني كمتلقيه ماذا اتوقع من هذا الفكر وذلك المستوى الذي وجدته، يعني الاشياء الصغيره ديت ماذا لو تجاوزناها سنصل بهذا الفكر وهذه وهذا الابداع الى اعلى ما يكون. ده بيتخطى ادب المهجر تماما. بالنسبه للقراءه بتاعتي انا اسفه، يعني ممكن تكون كبيره شويه، بس انا حاولت ان انا اكون مخلصه للعمل وهو حراضني عن الكتابه وعلى عمل محرض على الكتابه بكل الاشكال. انا بحيي حضرتك وانا من المحظوظين ان انا حضرت النهارده فعلا. شكرا لحضرتك. لو كنت ما تمتلكيش هذه القدره وهذه الكلام المقدمه ما كنتش طلعت حاجه. المساله بيعتمد على يعني هذا العمق، هذه الثقافه في تعاملنا مع النص. فمالوش مختلف معك اطلاقا في اي شيء، يعني قبل ما نقوم من هنا. اسمع بقى الدكتور شريف مليكة بيقول ايه؟ اشكر الجميع الحقيقه. الدكتور شريف احنا اصدقاء على الفيسبوك، بس اول مره نتقابل النهارده، وانا الحقيقه انبهرت من قراءتك لمتابعات الوضع، وفعلا استفدت كتير جدا من سماعي لوجهه نظرك، ويعني اشكرك واحييك. استاذ بدر، دكتور شوقي بدر، انا يعني حكيت الموضوع يعني اتقابل مع يوسف الجليس في كافيتيريا الميزان. اشكرك شكرا جزيلا على ضيافتك، وانتظر مزيد من اللقاءات والحوارات. الاستاذه ايمان اشكرك جدا على رؤيتك وعمق قراءتك وفوائدك. انا احاول اتخطى الحاجات البسيطه اللي ذكرتيها في الاخر، وان شاء الله طبعا اتطلع ان انا اكون احسن. ولازم اعمل كده. لو انا ما التزمتش ان انا اتطلع ان اكون احسن خلاص هبطل كده. في النهايه يعني الاستاذ مصطفى يعني هو بيقول المتدربين هو يعني اكثر من كده. انا ما شفتش تعاون وعطاء واخلاص ومحبه اكثر ما شفت الاستاذ مصطفى عبد الله، وهو من هو. ومع ذلك نظر الى شخص ضعيف شكرا جزيلا. انا احيي كل جميع الحضور، هذه الوجوه المشرقه الناصعه لجمهور الاسكندريه الكبيره، المفكرين والمبدعين. انا مش هقدر اقول اسم لاني حنسى اسماء كده، او لو فاكر حد هبقى انا حاسس يعني زعلان كده. لكن عايز اقول للدكتور شريف ان امامك يعني صافوا عقول الاسكندريه ومبدعيها اليوم، ونشر
عدنان حقيقة لتعاوني ول يعني التقاطي الفكرة وسرعة الإعداد للندوة في زمن قياسي الحقيقة. استقبال جميل استقبلوا به الدكتور شريف يديف بي في تحول القاعة شرف قاعة كبار الزوار، وأنا أشكركم وأطلنا عليكم إلى لقاء في مناقشة عمل جديد.